أهلا بحضراتكم مرة تانية، ما زلنا معكم من خلال الأهلي الليلة، وعندنا مجموعة من التصريحات والأخبار الخاصة بالمسابقات المحلية وأيضا بنهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019. رسميا المسابقات بتعلن المواعيد الجديدة والمحددة بشكل نهائي لمؤجلات الدوري المصري. بتعلن هذا الأمر لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن المواعيد الجديدة للمباريات الأربعة المتبقية في عمر الدوري الممتاز، وتم تأكيد هذه المواعيد أو إعلانها كالتالي: إن هذه المواعيد لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو. تم الاتفاق على هذه المواعيد، ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21 يوليو بدلا من 23 من نفس الشهر، بينما تقام مواجهتي الزمالك مع الإسماعيلي والمقاولون مع الأهلي يوم 24 يوليو بدلا من 26 يوليو. وتختتم مباريات الدوري المصري الممتاز بمباراة القمة والمواجهة بين الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو على ملعب برج العرب أو في استاد برج العرب في الإسكندرية، بعد أن كان مقرر لها يوم 30 من نفس الشهر. يعني واضح أن الرؤية الحالية لأن المباريات يتم ضغط المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين هي قليلة جدا، ومن السهل تعديل المواعيد بالشكل اللي يخلينا ننتهي بأسرع أو في أقل مدى زمني ممكن من هذه المباريات، عشان ندي فرصة للاستعداد للموسم الجديد والانطلاقة الموسم الجديد والترتيبات الخاصة أيضا بالقيد الأفريقي وكل ما يتعلق باللوائح الأفريقية الخاصة بتحديد أبطال الدوري وأبطال الكأس في مصر والبطولات اللي على أساسها بيتحدد أبطال المسابقات المحلية المصرية اللي هيمثلوا مصر إن شاء الله في المسابقات القارية، سواء دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم أو الكونفدرالية الأفريقية. هناك تصريحات كثيرة جدا. المدير الفني جانو ترور، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، بيقول فريق جنوب أفريقيا مرشح للقب بعد إقصائه لمصر. طبعا رغم كل العوامل الفنية اللي اتكلمنا ان كان فيها خلل والمشكلات الخاصة بالانضباط او تنظيم الامور الادارية الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، يعني اي خلل في المنظومة تسبب في هذا الخروج غير المقبول وبشكل طبعا غير مرضي فنيا لمنتخبنا الوطني من دور 16 امام جنوب افريقيا، الا انه لو نظرنا بعين الاتحاد الجنوب افريقي والمواطنين ومشجعي المنتخب الجنوب افريقيا يشوفوا الامور ان فريقهم اقصى فريق له تاريخ كبير جدا، هو صاحب اعلى رصيد من الالقاب والبطولات الافريقية بين كل منتخبات القارة السمراء، فضلا عن عامل الأرض والجمهور والحسابات الخاصة بقوة منتخب مصر طبعا قبل الظهور بشكل غير مقنع ولا يليق بتاريخ الكرة المصرية. ولكن كانت الحسابات قبل البطولة الكل كان بيقول ان مواجهته مع منتخب مصر هتبقى مواجهة بالغة الصعوبة، او كان يتوقع اي منتخب هيواجه مصر في الأدوار الإقصائية او أدوار النوك اوت والخروج للمهزوم من مشوار سباق البطولة هيبقى بالنسبة له دي مباراة من اصعب وطبعا اقوى المباريات لحسابات عامل الأرض والجمهور والحضور دور الجماهيري في استاد القاهرة إلى آخر هذه الأمور. وبالتالي جنوب أفريقيا طبعا طموحات وسقف طموحات هذا المنتخب هترتفع جدا، وهتبقى كمان بتهدد طموحات أي فريق ينافسه في مشوار البطولة. الجولة القادمة في دور الثمانية بين نيجيريا وجنوب أفريقيا بيتكلم عنها المدير الفني للمنتخب النيجيري، وبيقول أنها تبقى صعبة جدا، لأنه حسب تصريحاته الكلام ما زال على لسان المدير الفني لجنوب لمنتخب نيجيريا، بيقول بعد خروج منتخب مصر على يد منتخب جنوب أفريقيا من البطولة أصبحت طموحات منتخب جنوب أفريقيا كبيرة جدا وبلا حدود، وبالتالي هيبقى إقصاؤه من البطولة في غاية الصعوبة بعد أن أقصى هذا المنتخب منتخب مصر. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم: قدمنا مباراة كبيرة جدا أمام الكاميرون، ونتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة غدا. طبعا بإجماع الأراء أنها كانت من أفضل المباريات وأمتعها فنيا، وطبعا اللي فيها عدد وافر من الأهداف، 5 أهداف، 3-2 لصالح نيجيريا على حساب الكاميرون. ودايما الناس بتقول أن أفضل أو أجمل مباريات في البطولة اللي بيبقى فيها الندية وتقارب في مستوى الفريقين، وده اللي شفناه في الملعب، لأنه نيجيريا والكاميرون من الفرق اللي عندها ظروف متشابهة، عندها عدد كبير من المحترفين في أوروبا، عندها تاريخ، عندها رصيد بطولات، كل الأمور اللي بتقول إنه نيجيريا والكاميرون كانت الكفتين متساويتين أو متقاربتين قبل البطولة، وشفنا السباق والقوة البدنية في الملعب والسرعات والاحتكاكات في الملعب والكرات المشتركة والروح القتالية اللي شفناها من الفريقين، فضلا عن ال5 أهداف اللي تم إحرازهم في هذا اللقاء. بالتأكيد هي كانت مباراة ممتعة وفيها كل عناصر المتعة في عالم كرة القدم. وأيضا أضاف عن المميزات الخاصة بهذا الأمر: لأول مرة كل اللاعبين جاهزين منذ بداية البطولة، ولا نعاني من أي إصابة وإرهاق، والكل جاهز لمباراة الغد. بيتكلم عن أنه منتخب نيجيريا جاهز تماما لمباراته القادمة في دور الثمانية أمام المنتخب الجنوب أفريقي. وعلى الجانب الآخر، منتخب مدرب أو المدير الفني الجنوب أفريقيا ستيوارت باكستر بيقول: كيف أخشى مهاجمي نيجيريا بعد إيقافي لصلاح وتريزيجيه؟ ايضا دي من العوامل اللي كانت متوقع انها لاي فريق يقدر يتفوق على منتخب مصر في البطوله انها تديله ثقه
مزدوجة أو كمان بلا حدود، لأنه تفوق على فريق عنده أشهر نجم من نجوم البطولة والأعلى على مستوى القيمة السوقية نجمنا محمد صلاح، وأيضا تريزيجيه بانطلاقاته وقدراته طبعا قبل خروج منتخب مصر والشكل اللي ظهر بيه من أول مباراة، وكان الكل بيقول أنه كان نجم نجوم هذه المباراة، مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، هو محمود حسن تريزيجيه. وبالتالي هذه العناصر المميزة اللي كانت بتعد من الأسلحة اللي بيتمتع بها منتخب مصر قبل إقصائه أو خروجه من البطولة هتضيف أو هتضاعف ثقة المنافس اللي قدر يبعدنا عن السباق ويتسبب في خروجنا من البطولة، ألا وهو منتخب جنوب أفريقيا. بيعمل مقارنة سريعة ستيوارت باكستر، بيقول أنه بعد إيقاف خطورة النجمين صلاح وتريزيجيه في منتخب مصر وتفوق منتخب بلاده جنوب أفريقيا على منتخبنا، أنه بالمنطق وبالقياس على هذا الأمر مطمئن بدرجة كبيرة، وبيقول أنه قادر على إيقاف خطورة مهاجمي ونجوم المنتخب النيجيري، وأنه لا يخشى منتخب نيجيريا. عندنا حاجات كتير قوي هنتكلم عنها النهاردة، عن البطولة الأفريقية، عن منتخبنا، عن مستقبل اتحاد الكورة. نتوقف قليلا مع فاصل قصير ومع تقرير عن واحد من كبار النجوم في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية، ونبدأ بعد قليل وبعد متابعة هذا التقرير عن النجم الكبير الكابتن ربيع ياسين، ونستقبل ضيفنا في استوديو الأهلي الليلة الكابتن ربيع ياسين. ربيع ياسين واحد من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ القلعة الحمراء على مر العصور، هو واحد من أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في الكرة المصرية وليس النادي الأهلي فقط. عكسية وممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. ربيع ياسين، ربيع ياسين. ولد ربيع ياسين في 7 سبتمبر 1960 بمدينة الفشن في صعيد مصر بمحافظة بني سويف. بدأ ممارسة الكرة في مركز شباب الفشن، لعبت الصدفة دورا كبيرا في ارتدائه الفانلة الحمراء ليكون أول لاعب في تاريخ النادي ينتقل من مركز شباب مباشرة للقلعة الحمراء. البداية من مباراة ودية لمنتخب بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة أمام النادي الأهلي على ملعب استاد بني سويف، ليتألق الفتى الأسمر الصغير ليصول ويقول. عقب المباراة أصر مسؤول الأهلي على ضمه ليبدأ تسطير تاريخ من الإنجازات والألقاب سواء مع القلعة الحمراء أو منتخب مصر. ربيع ياسين واحد من فرسان الجيل الذهبي للقلعة الحمراء، لعب مع الفريق نحو 300 مباراة رسمية، حصل خلالها على 7 بطولات للدوري الممتاز و5 ألقاب في كأس مصر ومثلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما حصل على لقب أحسن لاعب في مصر 3 مرات. أما مع منتخب مصر فشارك ربيع ياسين في 118 مباراة دولية، كان أحد أفراد كتيبة الفراعنة في كأس العالم عام 1990 بإيطاليا تحت قيادة الجنرال محمود الجهري. لعب المباريات 3 في البطولة أمام إنجلترا وهولندا وجمهورية أيرلندا، كما شارك في أولمبياد عام 1984 بلوس أنجلوس وكأس الأمم الإفريقية عام 1986 التي توج منتخب مصر بلقبها. بعدها حصد أيضا الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية عام 1987. بعد رحلة زاخرة بالألقاب قرر ربيع ياسين الاعتزال في سن 31، اتجه للعمل في التدريب. قاد منتخب مصر للشباب للحصول على لقب كأس الأمم الإفريقية عام 2013 تحت 21 سنة بالجزائر، وهو حاليا المدير الفني لمنتخب الشباب. كابتن ربيع ياسين مساء الخير واهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. اهلا بك يا استاذ حمد، بحضرتك انا سعيد جدا مع حضرتك وسعيد جدا في قناه النادي الاهلي. كابتن ربيع، بدايه لو طلب منك بخبراتك الكبيره في عالم كره القدم ان تلقي محاضره فنيه عن الاخطاء اللي وقعنا فيها في كاس الامم الافريقيه والاسباب الفنيه اللي احنا عايزين نتفاداها في الفترة الجاية واللي أدت لخروج منتخبنا بالشكل ده من البطولة، تقول ايه؟ هو حضرتك الأخطاء الفنية ممكن نتكلم فيها كتير جدا لأنها كتير 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 يعني، واحنا عايزين نسمع كل الحاجات اللي حضرتك شايف انها لابد من التركيز عليها انها ما تتكررش في الفترة الجاية. اولا انا حضرتك بطولة كبيرة زي ده لازم احدد، بتبقى ليه عنوان احدد بيه اهدافي اللي انا عاوزها، عنوان
للبطولة، يعني محتاجة قدرات خاصة حضرتك، محتاجة لعيب معين، محتاجة بديل يبقى كوف، كلها أمور فنية بشكل كبير جدا، محتاج خبرات. ده طبيعي جدا النقاط اللي أنا هبني عليها كل شغل، لأن هواجه منتخبات، أنا عاوز بطولة كبيرة جدا، النفس طويل، ممكن حضرتك يبقى بدأ ب11 وعندي الدكة برا، لازم يبقى عندي البديل اللي غير لي الفارق، عندي قاري منافسين كويس قوي، محضر فرقتي. الأسلحة رقم واحد أنا أعتقد من وجهة نظري هو القدرات الفنية اللي أقدر أشتغل بيها كويسة. اللاعب هو اللي بيصنع، اللاعب الجيد هو اللي بيصنع النتائج الجيدة، اللاعب الجيد هو اللي بيصنع البطولات في المنظومة، بفضل الله رقم واحد هو اللاعب. فالاختيارات رقم واحد، الاختيارات لازم أشتغل بيها كويس. على مستوى الاختيارات انا اعتقد ان في ناس كتير جدا وفي اجماع ان الاختيارات مش هي دي الاكفأ في مصر، مش دول 23 اكفأ لعيب، يعني مش هم دول احسن 23 لعيب في مصر. اللي اقصده ان في حاجات كتيره جدا غير سير المباراه في التشكيل، طبعا بدايه التشكيل التوظيف حاجات كتيره جدا. لا انا عايز اقف شويه مع النقطه دي عشان ما تفوتناش حاجه من اللي عايز تركز عليها واهم النقاط يا كابتن ربيع. حضرتك قلت نمره واحد عامل الاختيار وانه يكون طبعاً افضل العناصر، طبعا من كان لابد ان ينضم الى منتخب مصر، ومن كان من وجهه نظر حضرتك اكثر احقيه من بعض العناصر اللي كانت موجوده في المنتخب كان اكثر احقيه منها بالتواجد في المنتخب؟ هو في كتير جدا يعني كان لازم موجودين، وفي كتير جدا يعني في مثلا من الزمالك في كهربا وعبد الله جمعه، في السوليه من الاهلي ورمضان صبحي، دول انا يعني باي حال من الاحوال السوليه انا وظفته في المكان ده بشغله بخبراته بحماسه بمهارته بزيادته العدديه، كان ممكن اوظفه في المكان ده واخد منه شق هجومي يبقى حل من الحلول اللي بحل بيها في الملعب مثلا. بحياتك رمضان صبحي بديل موجود، مع ان رمضان مش في المستوى اللي احنا بنعرفه بيه دي حقيقه، لكن يبقى بديل. مروان عنده خبرات برضو، كهربا برضو يبقى بديل، وعنده مهارات خاصه جدا طبعًا وقدرات طبعًا خاصه تحل مواقف صعبه طبعا يحل. لا اقصده عبد الله هو كباك ليفت، باك ليفت اساسي يعني اعتقد ان دول اقرب ناس، لكن ممكن في حاجات تانية. المدرب كان لازم يقعد، الجهاز لازم يتعب، لازم يلف، لازم يشوف، لازم يختار صح. فانا اعتقد ان دول اقرب الناس، وفي نفس الوقت الاختيار ما يبقاش بالسهوله دي، مش اي لعيب محترف برضو، محترف بره ممكن ينجح معاه، لازم اجيب اللعب. صلاح طبعا ملوش خلاف، تريزيجيه ملوش خلاف، في لعيبه محترفه احنا طول عمرنا بناخد البطولات باللعيب المحلي، باللعيب اللي بيلعب في الدوري المصري، فكان في ناس اجهز. والحقيقه بالمدرب المصري كمان بطولاتنا باستثناء بطوله 86 كل ما حققناه في شكل ظهرنا بيه بشكل جيد في مباريات حققت لنا فيها تعادلات مع فرق كبيره جدا في كاس العالم 90 او بالفوز 98 او 2006 الى 2010 بمدربين مصريين. بص هو المدرب المصري ليه وقت والاجنبي ليه وقت، انا من وجهه نظري وقت المدرب الاجنبي معروف وقته، لان في وقت خلي بالك ما تقدرش تستعين بمصري في اوقات معينه، لان حياتك ممكن المصري يسمع، ممكن المصري يميل، ممكن، لكن هي برضو شخصيه المدرب، ما انت لازم تتعب في اختيار المدرب، لازم تتعب جامد جدا. يعني انا من وجهه نظري ان انا عشان اختار مدرب ما ينفعش شخص ولا اثنين ولا ثلاثه، مجموعه فنيه كبيره جدا على مستوى تقعد تختار المدرب. احنا عندنا ناس مثقفين على اعلى مستوى، عندنا ناس رياضيين اسماء كبيره على مستوى، عندنا ناس اعلاميين على اعلى مستوى، عندنا رؤساء انديه على اعلى مستوى. المشوره بتجيب الحاجه الصح، ومش عيب، مش عيب ان خلينا نتشاور عشان اوصل لمدرب يقدر يبقى في قناعه من كل المصريين. احنا ما شاء الله بنفهم كويس جدا، وفي نفس الوقت المشوره بتجيب البركات وتقدر تختار، لان يعني المدرب شخصيه، المدرب فنيات، المدرب تشكيل، مدرب توظيف، ومدرب تدوير. احنا كنا محتاجين مدرب كبير جدا يقدر يساعدنا، ممكن ما كناش موفق بس نعرف انه مدرب كبير. فاختيار مدرب مهم جدا جدا جدا. بعد تاكيد حضرتك على انه لا خلاف على نجوميه وقدرات وكفاءه نجوم زي صلاح وتريزيجيه، حضرتك عايز تقول بشكل مباشر انه بعض المحترفين ما كانوش يستحقوا انضمام منتخب مصر؟ باستثناء حجازي، محترف كان على قدر انضمام منتخب، باستثناء حجازي. حجازي طبعا، حجازي ده حجازي. حضرتك بتقول ان مش بالضروره كل محترف يكون افضل لاعب ينضم للمنتخب او على المستوى الفني المطلوب. مش شرط، مش شرط. احنا بعض العناصر ما كانتش على المستوى. سنه 86 خدنا البطوله واحنا ما عندناش ولا لعيب محترف. 2006 حضرتك في 98 الاول كان كام لعيب محترف؟ هتلاقي واحد او اثنين. 2006 برضه واحد او اثنين، 8 و10 قليلين، لان احنا الصناعه المصريه، الدوري المصري، النادي الاهلي برضو ونادي الزمالك ناديين كبار جدا، انه بيشتروا نجوم، ان بيصنعوا نجوم، ان بيجهزوا نجوم، ان بيدوا خبرات للنجوم، دي كانت بتنفع المنتخب
دي حقيقه. حضرتك ارجع للبطولات هتلاقي 7-8 في الاهلي جاهزين بيفرقوا جامد جدا. انا بجامش عشان اهلي ولا انا بتكلم بواقعيه وبفنيات، لان اللاعب النادي الاهلي لما نجومه بيبقوا كبار وعندهم خبرات بيحققوا موجودين وفي الفورمه بتلاقي فورمه منتخب مصر. فدي اعتقد انها فرقت جامد قوي قوي. طيب انا مش عايز حد ينتقد كلام كابتن ربيع او يقول كلام حضرتك بشكل خطا. حضرتك ممكن بعض الناس تقول يعني يا كابتن ربيع هل انت ضد منظومه الاحتراف، ضد زياده عدد المحترفين المصريين؟ عايز نوضح النقطه دي. حضرتك بتقول انا مع الاحتراف في اوروبا وانه بيضيف للاعب، ولكن ليس بالضروره ان اي محترف عندي برا مصر يبقى كويس فنيا. لا هو ده ان انا اختار بشكل دقيق. لا بالعكس، ده احنا نوسعها بس من الصغر يعني من الفرق الصغيره. ويا ريت ان حضرتك النهارده الفرقه القويه دي ما بالمحترفين، بس هو جايب محترفين وعارف انا جايب محترف عشان يشتغل معايا. انا اللي يفرق معايا حضرتك يا استاذ محمد هو الملعب 11 ضد 11، هو ده كل اللي يقصده. ان انا المواجهات القدرات. انا صلاح ما لهوش خلاف، هل ترزيق عليه خلاف، هل حجازي عليه خلاف؟ شوف مفيش خلاف يعني في اجماع ان الثلاثه دول مثلا خلاص دول يستاهلوا يكونوا في المنتخب. لكن في لعيبه مش شرط محترفه في انديه بعيده جدا وممكن ما ينجحش معانا في افريقيا، ممكن يبقى محترف شاطر وناجح ما شاء الله في اوروبا بس ما ينجحش. زي ما حضرتك احنا 2010 كسبنا المنتخبات كلها اللي وصلت كاس العالم بمحترفيها، و2008 و2006 حضرتك. فالقصود ان المدرب بيحتاج قدرات خاصه وبيحتاج لعيب خاص، وافريقيا بتحتاج قدرات خاصه. البطوله زي بطوله قويه جدا، محتاجه النفس، محتاجه الجانب البدني، محتاجه الجانب التدوير المهاري، محتاجه الجوانب الخططيه، محتاجه لعيب غير عادي. دي حقيقه اللي انا جربته اللي انا شفته، ان انا يعني لما مرنت فرقه صغيره واتحتكتيت بيها في افريقيا بتتغير من الصغر. افريقيا من الصغر بتبتدي من الصغر، بتطور من الصغر، بتبني من الصغر. عشان كده حضرتك بتلاقي 10 12 15 واحد محترف جايين اسود، بياكلوا كويس وبيناموا كويس وبرنوا كويس بيجوا النهارده. ايه المعايير اللي اخترت بيها نجوم منتخبنا للشباب اللي فاز بكاس الامم عام 2013 يا كابتن؟ انا ليا معايير خاصه. انا عاوز لاعب كوره، لاعب كوره يعرف يعني تركيز، يعني ايه التزام، يعني ايه اصرار، يعني ايه رغبه. دي حاجات جميله جدا. وفي نفس الوقت انا عاوز لعيب في الملعب مطيع، لان انا حضرتك انا بسخر كل شغلي، لان في النهايه مش عاوز اللعيب يخرج بره الجانب الفني. انا عاوز لعيب كوره فاست، لعيب كوره يلعب 90 دقيقه كوره. باك ليفت يبقى باك ليفت، وظيفتك ايه؟ كذا كذا كذا، ليك وظيفه عندي. اللي بيخرج حضرتك عن اي حاجه شكرا، بس لان انا مش عاوز اضيع وقت، وبقول له دايما مش عاوز اضيع وقت في اي حاجه. انا جايب لعيب كوره 90 تلعب نص ساعه قول لي حاضر، 45 حاضر، 90 دقيقه حاضر. وحصل مع نجوم وحصل احتكاكات كتير انا حاضر، لكن يعني عاوز اقول تاني بقى نركز على النقطه دي. اللي بيخرج عن اي حاجه متفق عليها او موضوعه كرؤيه من الجهاز الفني، سواء امور خاصه بالانضباط او السلوكيات والاخلاقيات او تكليفات فنيه. هو حضرتك انا من وجهه نظر التربيه في الصغر مهمه جدا. فانا في حاجات كتيره جدا حصلت. مره مثلا لعيب قاعد على الدكه بره فلقيته زعل، انا حرمته سنه وجبته واحد السنه. قال لي يا كابتن ليه؟ قلت له لا ما ينفعش معايا، عشان انا برضه اقاومك، وفي نفس الوقت انا مش عاوز حد من الدكه، انا عاوز كل الناس تمشي بسياستي، وفي نفس انا بدور على المصلحه. انا المدرب وانا اللي اقول وانا اللي شايف. في حاجات كتيره بينه وشفتها بس بغير نجم كبير. يقول لي انا يا كابتن، اقول له اه في حاجه ولا ايه؟ اه انا شايف، انا المدرب، انا المدير الفني، انا المسؤول. حاضر يا كابتن. فاللي اقصده الشخصية مهمة جدا. زائد اما اجيب لعيب كورة اسمه محمد، انا مش فاضي عشان اقعد بقى اعمل مصلح اجتماعي وارضي ده وصالح ده واتكلم مع ده. فالسياسة بتبقى واضحة، مشاكل عايز اركز، السياسة بتبقى واضحة. طب حضرتك ان احنا عاوزين نكسب، ان احنا بنواجهات، ان ما اضيعش وقت، ان انا ما اغير لعيب دي تاثر. لما تقعد معايا انا اللي شايف، وانا اخوكم الكبير، وفي نفس الوقت بدور على مصلحة الوطن ومصلحة الفريق ومصلحة النقاط، فبقعد اتفاهم. الوقت عامل التفاهم بيحتاج وقت، الفنيات بتحتاج الشخصيه المهم الشخصيه. صحيح ان الكلام ده معدي يا كابتن ربيع، بيقول المدير الفني اللي مش شخصيته مش قويه ومش مسيطر بشكل كافي على الفريق، وان اللاعب لاعب والمدرب مدرب، لو سكت على حاله واتنين بيعدوا الباقي، بيبدا بقى يبقى كل الفرقه مشاكل. ده صحيح. انا بقول لحياتك انا بصيت كده لقيته زعلان سنه وجبته ولعب وكان اساسي ومشي بامتياز. كتير جدا انا كان منتخبي معاه في نجوم في نفس الوقت. برضو اللي اقصده انا بحب ان يعني انت شخصيه المدير الفني بتبقى في حاجتين مهمين جدا يا استاذ محمد، العدل ثم القوه. يعني يبقى عادل جدا وقوي جدا، خلاص شكرا. هيعدل، محدش هيحس بالظلم، وفي نفس الوقت قوي، خلاص هو ده شخصيه المدير الفني. فانا طب بدون ذكر اسماء او التطرق لامور او حالات شخصيه احنا بعيدين عن ده، لكن لو حضرتك كنت مكان اجيري وكنت المدير الفني لمنتخب مصر وحصل حاله استوجبت استبعاد اسم من الاسماء الموجوده في المنتخب، ولقيت ان لاعب نجم واثنين وثلاثه ثم تجمع كامل لكل نجوم المنتخب وموقفهم بيقولوا للاتحاد وللجهاز الفني احنا عاوزين نرجع زميلنا فلان الفلاني كمثال، بص كنت هتصرف معاه ازاي؟ لا هو برضو يعني انا في شخصيه ربيع ياسين انا ما عنديش هزار ولا راجع في قراري
بعد انا في المانيا كنا عاملين معسكر كاس عالم وانا لاعب، يعني انا بقول لك على الشخصيه، اصل مهمه شخصيه المدرب مهمه جدا. انت بتفصل مدرب ولا بتجيب مدرب ولا بتعين؟ لا انا مدربه ده هو ده اللي ينفع مع الكره، مع اللاعب المصري قوته مهمه جدا زي ما قلت لك، في عدله ثم فنياته، وفي نفس الوقت العمل بيعمل خلاص الناس هتحترمه وتقدره. انا كنت في المانيا حضرتك لما وصلنا كاس عالم سنه 90 حضر حضرتك، وحصل مشكله كبيره جدا ما بين لاعب وبين الكابتن محمود الجوهري، وانا لاعب وانا كنت كابتن منتخب مصر، فقلت له يا كابتن كان في غلط جامد جدا، فانا قلت له يا كابتن معلش انا بصفتي كابتن لازم يبقى في عقاب شديد، هو الترحيل لمصر، مع ان انا لا املك السلطه، بص انا كابتن منتخب مصر والمدير الفني هو المسؤول، لكن مشورتك على المدير الفني كده ان يبقى في وقفه وعقاب شديد. هو ما وافقش هل هيعتذر؟ قلت له انا هنزل، انا نزلت من المانيا ونزل معايا اثنين كبار شوبير وطارق وزير، يعني شوف انا عاوز، فقصدي لما امسك منتخب والاقي فعل غلط على طول اي غلط بشوفه شكرا، حتى لو ايه مع احترامي الشديد في نجوم انا مشيتها مصر كلها كلمتني قلت لهم لا يمكن، لان انا بتحمل مسؤوليه وانا وبعدين كانت النتائج كمان ايه الاسباب يا كابتن ربيع على سبيل المثال مش مهم لا اللي يخرج عن النظام، انا نظامي حضرتك انا بطلع بحط برنامجي اللي انا في ثلاث اوقات غدا، اوقات فطار وغدا وعشاء، في نوم صحيان الساعه كذا، في نوم الساعه كذا، النوم ده بالنسبه لي اما اقول نوم 10 ونص يبقى 10 ونص خلاص، لو لقيت حد 10 ونص و5 ممكن امشيه من المعسكر، لان انا بقول ليه؟ عشان مش عاوز في نفس الوقت اقول له تعالى وبتفق معاه تعالوا عايزين نتفق عشان نحقق نتائج، عشان نسعد الناس، عشان تبقى نجم، بقفل عليك عشان وعشان وعشان، افضل اقول له الاسباب متفقين، حتى الموبايلات انا الموبايل مش هاخده معاك، انت شيله في الدرج واقفله بنفسك ليه؟ ما انا ممكن انا اخده، التلفزيون قصدي بشرح له قصه انك تبقى نجم وقصه انك انك ليه حاطط له الضوابط دي كلها، حضرتك بتشرح للاعب عشان يبقى هو نفسه مقتنع ان ده لصالح اللاعب نفسه والفريق. اه فالقصود يا استاذ محمد انا بشرح له احنا 10 ايام بس موجودين، ال 10 ايام فيهم كام ساعه؟ فبحسب له عدد ساعات النوم، عدد ساعات الاكل، عدد ساعات التمرين، عدد ساعات الضحك، بقول له لا 10 ايام هناخدهم على خير ان شاء الله تعالى، وبعد كده تخرج تنطلق وتبقى، لكن احنا لازم نشتغل، لازم عشان يبقى نجم كبير، عشان النهارده تبقى مسعر، عشان تخرج بره، فبشرح له قصه انك تبقى بطل، انك لعيب سوبر، فبيقتنع عشان كده ما بيخرج، وبعدين بالراحه معاك يعني بالي طويل جدا، وافضل اشرح له واقول له عشان انا ما عنديش هزار ما تعطلونيش، انا جاي المعسكر عشان الاقي شغل، انا في اوضتي بشتغل وبجهز وانت بتشتغل معايا، ومن الملعب للغدا للفطار للعشاء للنوم للمحاضرات، مش عاوز كده، حتى ما تركب الاسانسير بعد اذنك لو سمحت، ما تجيليش شكوى من الفندق عشان انا مش عاوز اضيع وقت، ال10 ايام اللي احنا عندهم او الاسبوع او الثلاث ايام او الخمس ايام يا جماعه نشتغل فيه، احنا جايين نشتغل، ده اللي اقصده، هي صناعه النجم بتيجي من الشغل الكتير، هي البطولات بتحقق، انا انتمي لمدرسه، مدرسه فيها حاجات كتيره جدا اعتقد، والحمد لله كله بفضل الله يعني. ايه الحاجات اللي استفدت بيها كمدير فني في نمط حياتك كلها وفي عملك وخبراتك الحاليه كابتن ربيع من المدربين اللي تولوا تدريبك؟ حاجه اللي انت شفت انها رساله لازم تكملها مع شغلك كمدير فني؟ هو طبعا على الجانب الفني مفيش كلام، ان في مدربين كتيره جدا اتمرنت معاه على راسهم طبعا العبقري كابتن الجواري وفايتس الالماني، ده حاجه انا جميله جدا وحاجه على اعلى مستوى، دول اكتر اتنين انا اتاثرت بيهم كويس قوي. وبالنسبه في اضافات بقى، اضافه قويه جدا انا خدتها من شخص انا بحبه واحترمه واقدره، وكنت اللي محدش يعرف ان انا بروح له اقعد معاه، كان مش رئيس نادي بس، كان رئيس نادي وكان اب وكان اخ وكان صديق وكان انسان، يعني كنت تتشرف انك تقعد معاه وتاخد منه، لانه قضيته كلها كانت المبادئ، القيم، الاحترام، الادب، التعاون، القلب الابيض، الزهد بعيد عن اي حاجه، كابتن صالح سليم. لان لما ياخد قرار، خد بالك قرار في لعب في سنه صغير عشان ناس خرجت ومش عاوز كاس مصر، ما حدش يقدر يلغي الواحد بس في مصر، هو صالح سليم. فدي خلي بالك عملت لي اضافه، خد بالك، وتعلمت منها وانا لاعب بقى تجارب، وتعلمت منها الحزم انه مفيش في بعض، مفيش كلام، وفي نفس مرت عليا موقف وانا لاعب، فطبيعي جدا بقيت اشوف لا مفيش حد اكبر من نادي او اكبر منتخب، واعمل اللي عليك واعمل الصح بدل ما بتظلمش، وبتبقى عادل جدا وبتشتغل وبتدي الناس حقها خلاص وقوي، مش مشكله. عشان كده ما كناش نفتكر او نسمع عن مواقف لكابتن ربيع فيها تجاوز لدوره كلاعب او كنجم، لا مع اجهزه فنيه ولا مع اداره نادي في التفاوض ولا العقود، دايما محترف وبتتعامل مع ده، حتى لو لم تخرج للاحتراف الاوروبي او رفضت العروض اللي جات لك، ما كنتش منسجم مع فكره الحياه في اوروبا وجالك اكتر من عرض متميز، لكن كنت بنمط وسمت اللاعب المحترف داخل مصر. طيب هرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها تاني، بعد عنصر حسن الاختيار او كفاءات اللاعبين اللي لابد يكونوا افضل عناصر في مصر عشان يستحقوا انهم يكونوا في المنتخب، على مستوى الاجهزه الفنيه حضرتك شفت ايه بعد كوبر وتجربه كوبر غير المقنعه والشكل الهزيل اللي ظهرنا عليه في كاس العالم؟ شفت ازاي تصريحات اتحاد الكره في الوقت ده انه قال الفتره الجايه المدير الفني اجنبي،
ثم ابتلينا جميعا باختيار أجيري والتعاقد معاه. ايه الحكايه وايه لوغاريتم الاجانب اللي بنشوفهم اللي هم اقل من كفاءات مصريه كتير؟ هو انا يعني انا زي ما قلت حياتك ان المدرب الوطني له وقت والمدرب الاجنبي، وانا اميل دايما للاجنبي الكبير اللي بيجي باسمه، اللي يجي بشخصيته، اللي يجي بفنياته. طبيعي جدا ان احنا بنختار مدير فني يمشي مع العقول المصريه، اللاعب المصري محتاج عقليه معينه عشان يقدر يشتغل معاه مع شغلنا احنا. احنا عايزين يعني الكره المصريه دايما يعني كره بتعتمد على حاجات كثيره جدا مهاريه، تتطور في الجانب المهاري. المصريين كلهم مهاريين ما شاء الله، على الابداع، على التالق، على الاسعاد، على الانبهار، على الكره الجميله، على انك تنقل، على انك تمرر، على انك تتحرك، على انك تروح تسجل، على انك تعمل غمزات. دي الكره المصريه. فالطبيعي جدا انا بدور على مدرب ان يمشي. احنا كوبر هو كان واضح وصريح بعد التعاقد ان انا دفاعي هجومي، انا بدافع وده ببني عليه كل شغلي، وده اللي بختار عليه اللعيبه، واللي انا شايفه في اللعيبه في القدرات. انا اعتقد ان القدرات استاذ محمد، القدرات اللي كانت موجوده في الفتره الاخيره مع كوبر ومستر اجيري دي فرقت كتير جدا في الشغل الفني للمدير الفني. دي حقيقة انا من وجهة نظري قللت الفرص اللي ممكن طبعًا هم يبدعوا فيها طبعا. لكن لما مثلا حياتك كابتن حسن شحاته كان معاه، بص مين بقى، كل اسم لوحده فريق تيم، فدي فرقة جامد جدا. ممكن انا بقى اعمل كرة هجومية شاملة جميلة مفتوحة، ما خافش يعني، ممكن يدخل فيها اجيب زي البرازيل، يدخل فيها اجيب طول ما انا معايا ابو تريكه، طول ما انا معايا متعب، طول ما انا زيدان، طول ما انا عمرو زكي، حسني عبد الرب، حسني عبد الرب، حسن مجموعه كبيره. شوف اسماء، خد بالك ما خافش، معايا عصام الحضري في حراسه المرمى، معايا وائل جمعه، خد بالك معايا مسيد معوض، معايا احمد فتحي. انا العب كوره يعني على اقل تقدير 50% من النجاح بيبدا بالاختيار السليم لعناصر حقيقي عندها مهارات وقدرات. اللاعب الكويس هو اللي بيصنع النتائج الكويسه وبيصنع المدرب. طب هل حضرتك شفت في اجيري، حضرتك قلت انا مع التعاقد مع مدارس متطوره في الكوره وخبرات اجنبيه تنقل ده للاجهزه المصريه، هل شفت القدرات دي في اجيري؟ انا شفته قبل البطوله في الاول وشفت منه حاجات كويسه، شفته في الاختيارات بيدي فرصه للجميع، بيجيب وجوه جديده، عاوز يبني ويعمل تيم مش بس امم افريقيا ولكاس العالم، وشفت قلت لا ده كويس وجاي يعمل حاجه كويسه. لكن شفته في البطوله فنيا ضعيف جدا جدا في حاجات كتيره جدا. ايه الحاجات الاساسيه اللي حضرتك شفت منها او حللت منها فكره انه اجيري مدير فني ضعيف فنيا؟ رقم واحد ما فيش كلام، واحنا نغمض الاختيار كان الاختيار كله، بس ما كناش بنتكلم في البطوله، كنا بنقول لا ان شاء الله كويس، ندعم منتخبنا، مفيش كلام، وده مهم جدا. الاختيارات كانت قليله جدا وضعيفه جدا وضيقه، ما ينفعش حضرتك احنا لو كنا تريزيجيه وقع بديله مش موجود فبانت، زائد اضافته يعني ادارته للمباراه نفسها، اداره المباراه، انا قلت حياتك الكوتش بيبان في حاجات كده، فين الداخليه، فين التغييرات الداخليه حياتك، فين ان انا يعني ازاي اعمل جوه الملعب تكليفات تغير شكل الفريق، حاجات كتيره جدا يعني، نمطي في مركز بمركز مركز بمركز مركز بمركز، وفي نفس الوقت قراءته للمنافس حضرتك وتحضيره للاعبين. يعني انا الهدف اللي دخل فيا في جنوب افريقيا حضرتك، يعني لو الهدف شفناه مره واثنين وثلاثه واربعه هتلاقيه ساذج جدا باخطاء مش ممكن، نجوم كبار، ده انا نفسي اتعفرت ازاي يعني، لعيب في دار لعيب وبعدين يرجعها تاني ياخد دبل باص وبعدين يسيبه ويروح وبعدين لعيب يتحرك بنص الملعب على راس حربه من غير ما يتراقب خالص، وازاي انا هاجم بكل الناس دي، فين التوازن، فين خلاص فانت حاجات كتيره جدا. انا اعتقد حتى الهجوم ما يبقاش، حتى لو انا خرجت بنتيجه كان لازم يقف وينظم اموره، انت تقف انت تنظم في جوانب، في شخصيه دفاعيه بالنسبه لي على المستوى الفردي والجماعي، في شخصيه هجوميه بالنسبه لي انا على المستوى الفردي والجماعي، انا امتى بهاجم امتى بنهي، على الاقل على الاقل انا لو هاجمت بسبعه في ثلاثه واقفين للمرتدات، ثلاثه اثنين مساكين وباك عكسي او ديفندر طارق حامد، ده المثلث ده طول الوقت طول الوقت دفاعيا طول الوقت، وباك عكسي ادي اربعه، ازاي اتضرب بكره زي دي؟ طبعا حاجات كتير زائد. بعض الناس قالت حاجه فنيه مش عارف حضرتك برضو تعلق عليها وتقول لنا الكلام ده صح ولا غلط، انه حتى في المفاجات اللي فيها اتنين رايحين على مساك واحد، شغله المساك في الحاله دي انه يقفل زاويه الباس الكره العرضيه صح، وانه يحاول ياخد الوينج او لاعب الوسط اللي رايح من ناحيه اليمين بيهاجم من ناحيتنا احنا من الجبهه اليسرى لمنتخبنا والجبهه اليمنى بالنسبه للمنتخب الثاني، وهو رايح بالهجمه المفروض الباك ده يحاول يبعد بيه ناحيه خط الاوت، يعني ايه في العايز يقلل فرص انه يوصل للمرمى وبعدين يبقى اسهل. انا اتعلمت كده، اتعلمت كده حضرتك، عندنا مدرب مجلس اسمه كانت شاي مجري، كان بيجيب لي الصبح يقول لي انت تقف تعدل جسمك وعشان تاخده لبره، وامتى رجليك تبعده عن الجون يروح ناحيه خط الاوت. اقول لحضرتك حاجه، اقل حاجه فاول تكتيكي خلاص كان منع جول، لو انا رحت
خد بالك عملت فاول تكتيكي خلاص انت يطلع الكرة. خلاص اتحسب فاول وكلنا رجعنا ونظمنا، لكن هم 1 2 3 4 جول شكرا باقل عدد من الثواني سجل الهدف بتاعه. لا صدق حتى كان زمان يعملونا يعمل فاول تكتيكي. طب اقول لحضرتك حاجه ثانيه، طول البطوله الناس بتتفرج عليها حتى في الماتشات اللي كنا بنفوز فيها، لكن الجمهور بيطلع الان رغم الفوز. حاجه غريبه جدا، الناس كلها بتقول كان عندنا خط هجوم وخط دفاع وما عندناش خط نص في البطوله دي، وفي دايره فاضيه دايما بنشوف فيها لعيبه المنتخبات اللي بتقابلنا. ليه؟ هل كان العبء فعلا على طارق حامد لوحده؟ هل النني وعبد الله السعيد كانوا سايبين له مساحه ما فيش لاعب لوحده يتحملها؟ ما بيقدوش الادوار المطلوبه منهم بدنيا. عبد الله السعيد مش في فورمه خالص وبعيد جدا، وبرده بحياتك ما حضرناش البديل لعبد الله السعيد. يعني ما عملناش حساب ان عبد الله ممكن يظهر وممكن ما يظهرش، ما عملناش حسابها دي غلط. ده عبد الله دوره مهم جدا لان هو بيعمل الترابط ما بينه وبين الديفندر الثاني. اذا كنت النهارده انا عندي النني ومفروض يساعدني عشان اعمل الاربعه 4 1 4 1 في الشكل الهجومي، طبعا الفراغ ده كان موجود في نص الملعب، وطارق حامد كان الوحيد اللي بيغطي يمين ويغطي شمال وبيرجع وبيحاول. ما تقدرش تعمل اللعب ده كله على لاعب واحد، لا لا مستحيل، ما ينفعش. هم هي حضرتك هي بص ال 11 لعيب حياتك بيدافعوا والكره مش معاهم، ده طبيعي جدا. ما انت بتحفظ حضرتك الكره الشكل الهجومي بتاع باخده ازاي، 4 1 4 1 الراجل الديفندر الثاني يزيد ما يفضلش واقف، ما ينفعش اثنين في واحد، ما ينفعش اثنين في واحد. عشان كده قلت السوريه ليه عنده تنويع، عنده شغل هجومي على الاقل، بيزيد بيشوط بيصنع بيروح، يبقى مش هاخد. يعني قصدي انا لو جبته مش هيعمل لي أسوأ من اللي موجود، مع احترامي الشديد هو عمل مواسم كويسه وكان المفروض يبقى موجود. من غير الكوره بقى الشكل الدفاعي 4 4 1 1 راس حربه الصريح تحتيه عبد الله السعيد، والاربعه والاربعه بيترصوا عشان اضغط واقطع الكوره والحاجات دي كلها. فاللي اقصده ان فلسفه عنده وبيمرن اللعيبه وبيحفظها لهم وبيعمل انسجام وتفاهم ويشتغل بيهم. طيب هل عندنا مشكله؟ ايه سبب ندره المواهب؟ هل كان في اخطاء كتيره في الاختيارات وبديلها موجود في الدوري المصري، ولا المواهب عماله تقل عام عن اخر في الملاعب المصريه؟ لا انا من وجهه نظري ان المواهب موجوده مش موجوده. مع ان انا يعني السؤال ده يعني المفروض انا اقول مش موجوده عشان ابتدي، لاني ماسك منتخب ومسؤول عن المنتخب. بس هو حضرتك يا استاذ محمد ان لازم يبقى في جلسه طويله جدا مع المدير الفني اللي بيشتغل مع الواد الصغير. احنا عاوزين جيل يبقى فيه اهتمام شويه وفي مواعيد وفي وقت طويل تصنع نجوم. يبقى احنا النهارده جيل ربيع ياسين 2001 2002، واللي بعده هيجي 3 و4، واللي بعده هيبقى 5 و6. احنا عاوزين اجيال يا جماعه، فبنبتدي نلف. اللفه دي محتاجه وقت، والصنع محتاج وقت، والتمرين محتاج وقت، والشخصيه محتاج وقت، والفنيات محتاجه وقت. لانك انت بتحفظه الطرق من صغره، ولازم العبه مباريات وديه واعمل له معسكرات قويه عشان يبقى لعيب كوره، عشان مش بيوم ده الشخصيه. بص حياتك الولد شخصيته بس عشان تغيرها له محتاجه وقت، تعمل له دروس خصوصيه في شخصيته عشان تحركه، عشان يتكلم، عشان يتحس ان هو لعيب كوره. خش بقى على الجانب البدني تطوره له ازاي، خش على الجانب المهاري تطوره له ازاي، خش على الجانب الخطاب يحفظها ازاي، خش على الاحتكاك الافريقي، خش على السلبيات، خش على الايجابيات. بص الموضوع قصه كبيره جدا، ما عندناش استراتيجيه فنيه للكلام ده. هو ده اللي عاوزه المسؤولين يهتموا بيه، لان الوقت مهم جدا. اديني وقت وانا اصنع لك واودي لك. ما ينفعش انا لازم اوجد راس حرب، ولازم اوجد بكرايت، ولازم اوجد ما ينفعش ما بشتغل ليه. لا اقصد مدربين المنتخبات زائد المدربين اللي اشتغلوا في الانديه ما يعتمدوش على ان هو انا بسعى لمجد شخصي ليا في مكسب مباراه في بطوله. لازم الولاد يتعلموا، لازم ان الاولاد النهارده ياخدوا الشغل كويس. احنا عندنا مشكله في الكره المصريه يا استاذ محمد، هو الجانب التكنيكي خلال ال 90 دقيقه. اقل كره في العالم المصريين مع احترامي الشديد، احنا بنكسب وبنكسر الدنيا، بس حسب القدرات. لو انت عندك لاعب موهوب بيعمل اضافه للمدرب، بيعمل المدرب، حتى لو المدرب جالك ضعيف مع احترامي الشديد هتلاقيه هو ما شاء الله ان يساعد المدرب لانه موهوب. الموهوب عنده جهاز عصبي هنا بينفذ له كل الاوامر وبيبرمجه في اي مكان، ده الموهوب. فاللي اقصده ان احنا حتى لو مش موهوب لازم تشتغل. فالشغل احنا محتاجين من الصغر شغل كتير جدا، لازم نشغل ولازم نطور ولازم نجرأ ولازم نار نعمل احتكاك كويس، ولازم نعمل دوري قوي، ونعمل حاجات كتيره جدا لازم نعملها من الصغر عشان تلاقي من الكبر. لكن مصر مليانه من الوقت. هل احنا عندنا مشكله في مركز راس الحربه في مصر؟ ما بقاش عندنا رؤوس حربه مميزين، ولا فين المشكله؟ في ناس قالت مروان كوكا احمد علي لم يحرزوا، الاهداف احرزها 2 محمدي 2 لصلاح هدف لتريزيجيه. فين مشكلتنا؟ هل احنا ما بنوصل لهمش فرص؟ لان حقيقي الناس بتقول احنا مش فاهمين طريقه لعب المنتخب، بدليل ان ما فيش كرات عرضيه وما فيش صناعه فرص للمهاجمين، والشغل كله بيتعمل ان اللي يحرز الهدف في النهايه واحد من نجوم الوسط المهاجم صلاح او تريزيجيه او بقى اجتهاد فردي للمحمدي.
هل المشكله قصور في مستوى المهاجم المصري او راس الحربة الصريح؟ اول مره نشوف روس الحربة او الفراوده بتوعنا ما بيجيبوش جوان في بطوله زي بطوله افريقيا، ولا احنا ما بنشغلهمش وما بنستفدش منهم صح في الملعب؟ لا هو برضه هم مظلومين لان ما بنشغلهمش، مش محظوظين. يعني حضرتك لما يبقى متعب مثلا راس حربة صريح وتحتيه ابو تريكه وعلى يمينه بركات وعلى شماله عمرو زكي وعلى تحتيه مثلا حسني عبد الربو، ده يفرق جامد جدا. فاقصد ان العوامل المساعده، لان اللعيب كره بتبتدي من حارس المرمى لتلت 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 بطور عشان انفذ واشتغل، هي بتعتمد عليه. احنا طول عمرنا بنعتمد على الكروسات بالعرض، طول عمرنا لاول مره اشوف عدد الكروسات خلال الاربع ماتشات اللي كانوا في كاس الامم قليل جدا، لان الكره المصريه بتعتمد على باكين ظاهرين واثنين نص ملعب بيصنعوا، هما بيزيدوا واخد بال حياتك وفي نفس الوقت بيصنعوا، ده ما كانش موجود. فاحنا برضو يعني نقول ان هما برضو الظلم، ان ما فيش لعب، ما فيش النهارده عدد مراتك اللي بتوصل ايه لل 18 عن طريق ايه؟ عن طريق التمرير، عن طريق التحرك، عن طريق الهروب، عن طريق المساعده. فنقدر نقول الاثنين مع بعض مشتركين، ان هما دول اللي موجودين عندنا، وفي نفس الوقت ان ما فيش صنع، ان ما فيش انت فلسفه عندك معينه بتبني عليها كل شغلك الهجومي عشان تطور من تلت لتلت لتلت. انا هجمتي ازاي؟ في حاجه اسمها انها هجمه، انها هجمه بعدد لعيبه من باربع خمس لعيبه، اي كوتش في العالم ليه عدد بينهي بيه الهجمه. طب انا انهيها ازاي؟ من العمق ازاي؟ من اليمين ازاي؟ من الشمال ازاي؟ من حارس المرمى ازاي؟ من الديفندر ازاي؟ من الباك رايت ازاي؟ في انهاء هجمه لسبع ثمان لعيبه بيعتمد عليهم المدير الفني، ما كانش موجود ده كله. طيب ظهيرين الاجنبي الباك رايت والباك ليفت، لما بنتكلم عن لعيب متكامل بيلعب على الخط ده كله باجاده وكفاءه 100% دفاع وهجوم، هفتكر اسماء من اجيال متعاقبه، يعني كابتن ربيع ياسين، كابتن احمد رمزي، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، كابتن محمد عبد الوهاب، كابتن محمد عماره، ونجوم كبار ومنهم وصولا الى نجمنا احمد فتحي، حتى لو كان كبر او معدلاته البدنيه تاثرت شويه، لكن ما زالت الناس بتتكلم عن انه واحد من افضل من لاعبه في مركز الباك رايت او الباك ليفت في مصر، بل كان البعض بيطالب بوجوده في نهائيات كاس الامم الافريقيه. هل النوعيه دي من اللاعبين مش موجوده؟ لاني ما شفتش لاعب في البطوله بيشتغل على الخط بالطريقه دي، بيعمل دوره 100% ديفنس واتاك. مفيش بديل لاحمد فتحي، ما ينفعش انا ابقى ادخل بطوله امم وعاوز اخدها وما حضرش البديل الكوف، مع احترامي لمحمدي وبيحاول ولا كابتن ابراهيم حسن طبعا ما اقدرش اتكلم عن المراكز دي وما اقولش اسم ابراهيم ده نجم كبير طبعا، وسيد معوض لسنا وطبعا كابتن سيد معوض كل النجوم في المركز، كل النجوم طبعا. فهو حضرتك البديل ما ينفعش بديل الباكين. احنا طول عمر النادي الاهلي او طول عمر نادي الزمالك او البطولات الافريقيه حضرتك او المنتخبات عموما بتعتمد على باكين رايت وليفت جامدين جدا بيقدروا يصنعوا الفارق. برضو حضرتك من الحلول اللي كانت موجوده مع الكابتن حسن شحاته الباك رايت بتاعنا حضرتك اللي قلته دلوقتي احمد فتحي، احمد فتحي طبعًا. كان بيسجل، شوف بيسجل، يبقى ده حل. مش بس مش شوف احمد فتحي بيسجل كما شاء الله، وعمرو زكي بيسجل وبيشارك في الهجوم ومؤثر وبيدافع كويس جدا، ده غير انه بيصنع. هو ده الباكرات الحديث. سيد معوض وحضرتك عامل اللي متعب في الثانيه الاخيره ماتش الجزائر في مصر واحده بالدماغ. لو سيد النهارده مش باك مهاجم مع احترامي الشديد ما كانش خد براحتك. اللي اقصده ان هي دي لازم اوجد البديل، احنا ما وجدناش البديل وفي نفس الوقت لازم نتعب عشان نوجد البديل. الكره المصريه لازم تتطور بشكل افضل، لازم الشغل يبقى كتير جدا، لازم يدوا فرصه برضو للشباب عشان الدنيا تبقى حلوه جميله، مش كله شراء شراء شراء. الكره اتغيرت يا كابتن ربيع. ايوه اتغيرت طبعا الكره، بقيناش بنشوف الشغل اللي كان بيعمله كابتن ربيع وكابتن رمزي. لا مفيش شغل، كرات اللي طول الوقت ماليه الملعب في ال 18 عشان كده انا قلت لحضرتك انا اميل للمدرب الاجنبي الكبير الاسم الشخصيه اللي عنده فنيات. انا كل مشكلتي في فنيات، يعني عاوز عمل شغل مدرب يشتغل كتير في الملعب. هي دي النهارده كره مصر، كره الدوري مع احترامي او كره دلوقتي عموما كلها بتعمل 1 2 3 وجول، 1 2 3 وجول، واحد يعني واحده طويله. لا كان في حارس المرمى بيبتدي وبعدين خط الدار وبعدين وسط الملعب وبعدين الهجوم وبعدين بتنهيها بكره جميله بلمسات. حتى لما بتسجل دلوقتي اللعيبه كنت 10 و15 و20 و30 تمريره في الملعب، دلوقتي محتاجين شغل كتير جدا. اي مدير فني انا من وجهه نظري ان يبقى في شغل كتير جدا، لازم الجانب المهاري يتطور بشكل كبير جدا في كوره، لازم الجرأه تبقى موجوده. اي نعم، بس دلوقتي مشكلتنا انا مش عاوز اتغلب، مش عاوز اهبط، مش عاوز انزل، فلا هاجم بقى. مش هل نوعية المهاجم اللي بقدرات نجوم زي حسام حسن، عماد متعب، عمرو زكي وآخرين، يعني الأسماء طبعا دول على سبيل المثال للحصر، وقبلهم وبعدهم مهاجمين وأجيال من الهدافين والمهاجمين، حتى بعضهم أكثر مهارة من الأسماء كمان اللي أشرنا إليها، في مقدمتهم طبعا نجم النجوم الكابتن محمود الخطيب، وهذا الجيل اللي كان فيه مهاجمين بمستوى غير مسبوق. هل النوعية دي من المهاجمين انتهت من الدوري المصري أو من الكرة المصرية؟ لا هي من الدوري، انت مش موجودة في الدوري المصري، لكن ما انتهتش موجودة. ما هو انت حضرتك لازم تختار مدرب
مع الاعمار عشان يقدر يطلع لك. انا من وجهه نظري ان الجانب التخطيطي مهم جدا. لما اشتغل مع قطاع ناشئين فيه 500 لاعب حصلت في نهايه الموسم انا عملت ايه؟ ماشي خدت البطولات وكسبت وازاي. طب انا عندي في مركز راس حربه لما يبقى حضرتك كل فرقه فيها 30 لاعب عندي 30 40 فرقه في 30 ب 700 800 لاعب ما ينفعش في راس حربه مين اللي عندي مميز في خاصه الفرق الكبيره. اي حضرتك فريق اول في الدوري الممتاز تحت منه بص مواليد 97 ومواليد 99 ومواليد 2001 90 لاعب مش ممكن يا استاذ محمد. فاللي اقصده ان يبقى في ترتيب وفي تنظيم وفي تنسيق ان انا لازم الاقي مراكز لازم الاقي راس حربه لازم لازم وفي نفس الوقت انا تقريري اتفضل عندي 14 لعيب دي بقى مسؤوليه خلاص الجهاز الفني مع الاداره مع لكن انا جاهز لازم اشتغل. هل معنى كلامك كابتن ربيع حضرتك عايز تقول انه عشان اوصل لشكل مهاجم او مستوى مهاجم بقدرات حسام حسن ومتعب وعمرو زكي حتى لو ستايل ادائهم مختلف عن بعض انه لازم اشتغل مش بس الفروق الفرديه وقدرات اللاعب نفسه لازم اكون جهزته صح طبعًا. في الاربع خمس سنين طبعًا. اللي كمان بيوصل فيهم للفيرست الشغل يفرق مع ولد في ولد ممكن يكمل بالشغل وفي ولد بالشغل ما يكملش دي حقيقه اسمع دي حقيقه لان مش ممكن حسن صغير لن تتكرر عمرو زكي متعب ماشي ما هو العالم كله ماشي زينا هل العالم كله بيقف على لعيب اثنين او ثلاثه حضرتك يعني لازم يبقى في شغل اللي اقصده ان الشغل بيفرق مع اللاعب لان ممكن حالات اللاعب في ظروف وفي مدرسته وفي مشيانه وفي امكانياته وفي غذائه مش لاقي ممكن حضرتك هيجي مش شايف ده الاكل ده بس حياتك يعني التغذيه لازم تترتب لازم تتنظم للولد ممكن يجي لك بكيس مش عارف ايه يبقى دايخ وشكر المدرب يقول له ادفع مش عاوزك وهو اساسا لعيب كويس بس عاوز شغل. فاللي اقصده ان اللاعب اللعيبه من الصغر والناشئين والشباب يعني بيشوف شغلك لكن مصر مليانه وممكن توجد وممكن تتعب وتجتهد وفي مدرب مش بيصنع لعيبه وفي مدرب مش بيجتهد وفي لعيب موهوب ممكن الموهبه تقل لكن تصنع معلش وتكرر. طيب انا رايح لاتجاه انه اعتبار اللاعبين القادمين من الشمال الافريقي انهم لاعبين مصريين فهيزيد عدد الاجانب او المحترفين واحنا اوريدي عندنا مشكله ان بدا يبقى المهاجمين عندنا مش مهاجمين مصريين في الدوري كمان في فرق القمه وانديه القمه. هل ده بيهدد منتخبنا ولا لا؟ طبعا يقلل فرص ان انا اوجد مهاجم قوي لمنتخب مصر طبعًا. من خلال وجوده في الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي ولا طبعا اسمع حضرتك بص احنا قلنا احنا خدنا بطولات وصلنا كاس العالم بالمحليين عشان انت مساحه للمحليين موجودين تعتمد على السوق لان احنا عندنا المحليين موهوبين احنا عندنا في مصر الموهبه بص ما فيش واحد في مصر ما فيهاش لعيب كوره في امبابه فيها كوره الشبرا فيها كوره الهرم فيها كوره المحافظات الكوره المدن كباتن مصر منين حضرتك؟ انا شخصيا من مركز شباب جيت مركز شباب من مركز شباب الفشل مش جاي من نادي دوري ممتاز وفي نفس الوقت في وسط مين العمالقه في جيل الثمانينات اللي هم كنت بقعد اتفرج عليهم كده كنت نفسي في وسطهم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الموهبه اللي انا جيت بيها فرضت نفسي مع التدريب مع الخبرات مع الحب مع الترابط مع التوجيه مع الكباتن. فاللي اقصده ان لا انت هو ده الشغل الصح مش كله هيجي لك موهوب مش كل الاجيال هتبقى موهبه مش كل الاجيال هتبقى مصنوعه بيبقى في خليط دايما لكن لازم يبقى في شغل اللي انا اقصده يا استاذ محمد لازم في شغل قطاع الناشئين لازم في شغل المدربين يعني دي مهمه جدا رئيس اي قطاع في كل ال 18 او كل الدنيا لازم يبقى في برامج موجوده ولازم فنيات وفي حساب مع المدرب وتعالى نتناقش وفي محاضرات وفي توجيه وفي خد بالك ثقافه في حاجات كتيره جدا يعني هل لو فضلت الانديه تختار بالطريقه الاسهل لاعب جاهز لاعب متميز هنا في الفريق ده هدخل في مفاوضات واشتريه وما بندورش بالشكل كان موجود زمان زي ما حضرتك قلت في القرى والنجوع ومراكز الشباب وكل شيء هل ده معناه ان احنا كده مش هنوصل او مش هنطور تطوير حقيقي انا مع حضرتك ان احنا في مراكز معينه ياخد واحد كنا في فتره قلنا حراسه المرمى ما نجيبش فيها كان قرار صائب خد بالك احنا ندور على المراكز اللي ممكن بقت تنقرض عندنا ونقلل الراس حربه ايه المشكله؟ المشكله هتدي مساحه للي تحت مساحه لهنا وهنا 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 ده شغل كويس جدا وده تخطيط كويس وده نظام نقوم ندور على المراكز ممكن اي مركز اصنعه انا مع يعني انا برضو يعني انا ممكن اي مركز اجيبه في مراكز معينه ما حدش يختلف عليها حتى لو راس حربه سوبر لعيب كبير نجم كبير جاي يتعلم منه ايه المشكله ما نجيبه اللي اقصده احنا نجيب الراجل السوبر اللي هو خلاص ما فيش خلاف عليه انما اجيب اقل من اللي عندي او اجيبه اركن اللي عندي وانا اساسا احسن منه اللي دايما اللي بيني وبين هو ايه وانا ايه هو في الملعب ايه هو موهوب ولا مش موهوب هو اسم كبير ولا اسم كبير هو بيصنع وبيأدي ولا لا هو ده هي دي الكوره. حضرتك متولي منتخب بيمثل مستقبل الكوره المصريه دلوقتي المنتخب ده 18 سنه او 19 سنه او 17 سنه في لاعبين ولا لا
عند حضرتك في المنتخب النهارده في منتخب 2001 2002 جاهزين لو خدوا الفرصه وبعض فرص الاحتكاك في مباريات قويه انهم يزاحموا نجوم المنتخب الاول ولا لا لسه؟ لا هي لسه شويه، لكن في احنا وانا قلت لحضرتك الوقت والشغل والمباريات دي مهمه جدا. المباريات بتدي له خبرات كبيره جدا في المواقف نفسها، المواقف الدفاعيه الهجوميه الكوره، ان انا اخطا، ان انا اعالج، ان انا اصلح، ان انا اتفرج. الولد خلي بالك لما يتفرج على نفسه دي مهمه جدا، لما في الملعب تصلح له مهمه جدا، لما تدي له تجرأه مهم جدا، لما تغير له شغله وتعرفه يعني ايه وظيفتك، يعني ايه كوره، يعني ايه من غير كوره يفرق. مع المواقف مواقف مواقف هتجي لك بقى زي الفل. احنا عندنا الحمد لله ثلاث لعيبه لعبوا السنه دي بعد شمال افريقيا، يعني شمال افريقيا كانت عندي في شهر 4 خلصتها 14/4، في ثلاثه من عندنا لعبوا، خد بالك دي برده كويسه، في سموحه فارس وفي ابراهيم عادل في بيراميدز وفي محمود صابر في المستقبل، دي بدايه مش وحشه، وفي غيرهم يلعبوا وفي ناس تلعب تاني، بس فين الفرصه؟ ما حدش بيشوف الفرصه ولا بيتابع الا لما يفاجئ يلاقيه في التلفزيون، يقول انا عندي، لا عندك، بس ياخدوا الفرصه وهم يلعبوا ان شاء الله. طيب رجوع الانديه الشعبيه بقوه، لو رجعت بقوه للمنافسه وتوفرت لها بعض الموارد بجماهيرها في المحافظات المصريه، هل ممكن تعمل معادله افضل لكره القدم؟ دي حقيقه، لان هو حضرتك يعني لو احنا خلال 20 سنه اللي فاتوا هتلاقي المدن والفرق الشعبيه والكره ساهمت بشكل كبير في المواهب. يعني الموهبه موجود ليه؟ هو حضرتك احنا كنا بنعتمد على الملاعب الصغيره، الصغيره دي بتعلمنا ازاي نقدر ننظم امورنا، ان انا كنت بطور شغلي بنفسي تلقائيا كده بالفطره يا استاذ محمد، الملعب ده الكره صغيره، فاخد بالك، فكنت بقى مهاره، عاوز مهاره بقى بنمي مهارتي واطورها واحافظ عليها بالحته دي. فمن هنا جت الفرق الشعبيه حضرتك بتصنع نجوم، احنا عندنا لعيبه كتيره جدا في الصعيد وكتيره جدا في بحري، فكنا بنعتمد في شغل كبير جدا يفرق، فاعتقد ان الفرق الشعبيه بتفرق جامد جدا في صناعه النجوم اكثر من انديه المؤسسات والهيئات طبعًا والشركات والقطاع طبعًا الخاص اللي عنده الموارد والقدرات الاداريه والتنظيميه اللي بتخليه قادر على صناعه فرق، عندها موارد وعندها مزبوط شكل ونمط اداري يخليها تتواجد. مفيش حد عنده طوله بال يا استاذ محمد، مفيش حد عنده طوله، لو تلاحظ الشراء بقى سهل حتى في المؤسسات، لا صود الانديه الشعبيه، انت الانديه الشعبيه بيبقى حواليه في الكوره وفي المراكز وفي الفرق الصغيره ومراكز الشباب يبقى عندك طوله بال وممكن تاخده بمبلغ قليل وتصنع منه نجم، وكتير جدا اتكررت. لكن المؤسسات بيروح فين؟ على يعني بيعمل اختبارات في شهر، في 20 يوم، في 15 يوم، شكرا وبعدين هات 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 هجيب. لا احنا دلوقتي بقينا نبص لافريقيا بشكل كبير جدا، يعني في انديه تعاقدت مع لعيبه من اوغندا، يعني حضرتك قصدي افريقيا بدات خلاص تغزو مصر، لكن احنا عندنا لعيبه ولو احنا اعتمدنا وفي شويه صبر وفي شويه تعامل وفي شويه امكانيات هتلاقي نجوم ان شاء الله كتيره جدا باذن الله. وتاكيد حضرتك على انه مش شرط الافضل يكون لاعب محلي ام محترف ام دولي، مع تاكيدنا على وجود بعض الاستثناءات زي صلاح وتريزيجيه وحجازي، طبعاً انه منتخب جنوب افريقيا دول لاعبين بيلعبوا في سان داونز، وفي الانديه اللي بتتنافس في جنوب افريقيا معظمهم مش لاعبين اوروبيين، كم واحد او ما فيش، يعني اللاعبين عددهم قليل جدا اللي موجودين في انديه اوروبيه، وعملوا جيم فني على اعلى مستوى ومعاهم مدير فني طبعا متميز، جيم فني يعني في 90 دقيقه اشتغلوا شغل 90 دقيقه كوره. يا ريت حضرتك تشرح لنا بس فنيا ايه الطريقه اللي جنوب افريقيا واجهتنا بيها، وايه الطريقه اللي منتخب مصر لعب بيها البطوله دي؟ هو منتخب مصر معروف للجميع ان بيلعب 4-2-3-1، حضرتك بتتحول 4-1-4-1-4-4-1-1 بقدرات بشغل بتمرير، انت عندك بتعتمد على كنت بتعتمد على ان تطور من تلت لتلت نص الملعب، بتبتدي ان انت تنقل تمرير تمرير تمرير، بتعتمد على نسبه الاستحواذ، بتسيطر كويس، وبتتحول من دفاع لهجوم بصلاح تريزيجيه، فبتعتمد يعني برضو القدرات الفرديه حل من حلول الكره المصريه، القدرات الفرديه يعني دي كانت بينفعنا، احنا ممكن جيم مقفل والدنيا مسحومه ورا تلاقي واحده من لكن لو حاله التريزيجيه كويسه وحاله صلاح كويسه ده اللي يرجح كافه المنتخب طبعا، مش الاداء الجماعي. فانت ما عودتهمش ليه؟ يعني انك تجيب انسجام وتجيب تفاهم ده ضروري جدا، خد بالك انك توجد شكل دفاعي وشكل هجومي ده مهم جدا، بس في التكرارات والايه والشغل عن طريق التدريبات وعن طريق المباريات، انت بتعالج سلبياته وتاكد ايجابياته وبتحفظه، انا عاوز حسب فلسفه ده الشغل اللي بتعتمد عليه، انا اعتقد من وجهه نظري زائد صلاح لوحده بيروح، زائد تريزيجيه وده شفناه في الماتشات، الثوابت عامل مهم جدا، وممكن من الثوابت تكون سجلنا وصلاح سجل، ده اللي احنا شفناه من مستر اجيري، التنويع الباكين حتى بيزيدوا في اوقات معينه، لكن ما شفناش الكورسات الكتير، ما شفناش، كان لازم يبقى في كورسات كتيره بالعرض، لان الكورسات بتزحزح وتهز خط الدار وتقدر تتصرف فيها. جنوب افريقيا عملت جيم فني على اعلى مستوى، ده بنقفل كويس قوي، الخطوط فيها ترابط،
تحس ان الفرقه ليها شكل دفاعي منظم من ال 11 لعيب. خلي بالك من المنظم، من اولا لعبوا ضغط عالي فاجئونا بالضغط ودي مهمه جدا، بداوا بيه المباراه في اول طبعا معناها ان هم بدنيا واقفين ومش خايفين، دي خلي بالك فرقت. يعني ان يبتدوا بدري من اول دقيقه ضغط تفرق مع اللاعب المصري. اللاعب المصري لما بيلاقي نفسه مضغوط بيعمل حساب اللي قدامه شويه. احنا كشينا ان هم اجبرونا ان يفرضوا اسلوبهم، ان احنا اخطائهم كانت قليله. دايما احنا بنعتمد على كره افريقيا في اخطاء، فاخطاء اخطائهم قليله خصوصا من المدافعين طبعا، دايما في انه يرجع كره غلط اللي ما يقدرش فيه حارس المرمى. هي اللي جت لتريزيجيه اللي ضيعها عقده حياتك في واحده الشوط الاول وواحده الشوط الثاني، انما منظمين جدا واقفين صلبين جدا، صبروا ما زهقوش. ده جيم الدفاعي واعتمدوا على زي ما لهم مدرب مرتدات بلعيبه معينه، امسك الكره وروح بيها امسك الكره وروح بيها. فعملوا جيم رائع فني على مستوى الدفاع الهجومي، وقدروا ان هم يحترموا منتخب مصر ويروه كويس جدا، وقدر ان هم يعملوا 90 دقيقه. انا شايفت يعني تغير غير عادي في الماتشات اللي قبل ليه كده. نص الملعب الاربع فرق كانوا مالين نص الملعب اكتر مننا حتى في الثلاث مباريات اللي فزنا بيها. كل يعني اي حد دلوقتي بيتابعنا ممكن يقعد يشوف اعاده اي مباراه من مباريات المجموعه اللي فزنا بيها الثلاث مباريات او مباراه الخروج من البطوله امام جنوب افريقيا في 16، دايما الفريق الثاني هو اللي مالي نص الملعب ولاعيبته موجودين متمركزين افضل مننا وتحركاتهم بالكره افضل. ليه؟ ايه الخلل اللي عندنا؟ هو حضرتك دايما احنا ما كانش عندنا ترابط، وفي نفس الوقت القياده مطلوبه في نص الملعب مفيش كلام. اثنين عندنا ديفندر خد حياتك، احنا لما بنلعب وعبد الله راس المثلث الهجومي لازم بعد من غير الكوره يبقى مع وسط الملعب، زائد الاثنين الهافين بينزلوا، زائد الباكين ده وسط الملعب. احنا كان كل واحد في وادي. هو حضرتك النهارده الاثنين الوحيدين اللي هم صراحه واضحين في مركزهم الاثنين مساكين، ادي اثنين مساكين خد حياتك، وعندنا راس حربه خلاص راس حربه، الباقي كله نص الملعب عايز يتحرك مع نص الملعب خلاص. حارس المرمى موجود واثنين مساكين ادي ثلاثه، وراس حربه اربعه، الباقي كله نص ملعب. يعني في مدرب يقول لك اربعه خد حياتك، ده كله نص ملعب. هو صلاح حضرتك لما يفقد الكوره ما بيبقى نص ملعب، عبد الله السعيد نص ملعب من غير كوره، خد بالك تريزيجيه ومعاه الباكين بيضموا لجوه في الحاله، ومعانا الاثنين الديفندر، كل ده نص الملعب. احنا ما كناش فايقين، ما كناش مترابطين، ما كناش فاهمين، مش عارفين ايه القصه من غير الكره بالكوره. خط وسط الملعب ده هو كويس الفرقه كويس، هو بعيد الفرقه بعيد، فكانوا بيستحوذوا زي ما حصل فراغ كبير بعد خروج النني، فراغ كبير انا نزلت قبل ما يدخل مرمانا الهدف في مباراه جنوب. فنص الملعب لما يكون في قائد بيعرف يوجه وفي ترابط وفي شغل دفاعي من غير الكوره وعارفين يعني ايه بيعملوا كوره بيصنعوا كوره بيفرق جامد جدا. حضرتك مع الاراء اللي بتقول ان ده كان تغيير سيء جدا طبعا طبعا حضرتك ده يعني معلش ان انا خلاص رايح لاكسترا تايم حتى لو ما احرزتش هدف يعني رايح لنص ساعه مش وقته ده خالص. وعمل فراغ خامد طبعا وجي جول بشكل مرتب ومنظم، وكان جول من فرقه يعني واضح انها فرقه كويسه فنيا يعني واضح انهم درسونا كويس لانهم قالوا ان المنتخب مصر بخبراته مع جمهوره وصاحب الارض انهم ما يدوناش فرصه نحضر براحتنا في بدايه المباراه. فكره الضغط اللي حضرتك اشرت لها طبعا هم قرونا، وفي نقطه برضو ان هو حضرتك عندهم لعيبه كويسه، عندهم قدرات لعيبه ظهرت حضرتك في مع الجمهور، ظهرت في المساحات، ظهرت قدام منتخب مصر ظهرت. فهو برضو حضرتك في النهايه واحد ضد واحد 11 ضد 11، انا من وجهه نظري عندهم قدرات خاصه ممكن الفرقه دي تحقق اكتر مفاجاه وتوصل فيما بعد. يعني حضرتك متوقع ان يعني منتخب جنوب نيجيريا المدير الفني منتخب نيجيريا كان قبل ما نبدا اللقاء ده بيقول جنوب افريقيا هتبقى مباراه صعبه جدا بعد ما جنوب افريقيا تفوقت على منتخب مصر على ارضه بين جماهيره، ومدرب جنوب افريقيا بيقول لا يمكن ان نخشى مهاجمي نيجيريا بعد ما استطعنا اننا نوقف خطوره صلاح وتريزيجيه. ايوه ماتش مصر ده ممكن يوصلهم لا بعد من كده. الفرقه انا احترمتها فنيا، انا هتكلم بشكل فني يعني انا ممكن هو ممكن يكون ما كانش كويس وما كانش فنيات وما كانش فيه ترابط ما كانش فيه قدرات ما كانش فيه تحرك، لكن على المستوى البدني رائع، على المستوى المهاري رائع، على المستوى الخططي رائع، الفردي والجماعي هو نفذ مع مدرب بيدير بره. احنا شفنا جنوب افريقيا انا شفتها بشكلها الفني احسن فرقه قدمت جوانب فنيه على اعلى مستوى في مواجهه صعبه جدا من وجهه نظري انا، فاحترم هذا الفريق، احترم الفريق ده منظم جدا. يعني شايف المباراه هتبقى متكافئه بينه وبين نيجيريا؟ نيجيريا فريق كبير لكن مش هي نيجيريا اللي كنا نعرفها في السابق من كام سنه زي غانا امبارح يعني. فانا متهيألي ان جنوب افريقيا هتحقق مفاجآت
ولو قدمت زي ما قدمت منتخب مصر ده هتبعد كتير جدا وهتبقى موجودة في المربع. تستمر في المربع. انا شفت فنيات، شفت شغل، شفت التطور، شفت ترابط، شفت فرقه صحيح بتساعداني بكل حاجه، شفت جوانب دفاعيه، شفت جوانب هجوميه، شفت شده، شفت قوه، شفت حاجات كتير جدا. يعني كابتن ربيع، ايه افضل طريقه من وجهه نظر حضرتك اننا نوجد جيل جديد من الموهوبين في مصر؟ الاكاديميات التابعه للانديه، في اكاديميات في مصر خاصه بتحمل اسماء او المفترض انها تحت مظله او من خلال شراكه مع انديه ومؤسسات عالميه، برشلونه، ريال مدريد، ارسنال، الى اخر هذه الانديه والمؤسسات والاكاديميات، وفي الاكاديميات العاديه خالص اللي هي بتتبع الانديه او قطاعات الناشئين في الانديه. هل القطاعات دي فعلا بتثمر او بتقدم المتوقع منها ولا فيها مشكله؟ هو عموما وجود الاكاديميات دي حاجه كويسه، بتوسع دايره، ممكن انا اشوف ورايا كويس قوي عشان ابتدي انظم اموري واخد من هنا لهنا لهنا لهنا، عشان خد بالك مفيش اي مشكله، صعدوا من الاكاديميه للنادي وكافئوا وادور عليهم ماشي، بدل ما يبقى عندي النهارده 5000 ولد صغير يبقى عندي 20000، دي حاجه مش وحش بهذا. لكن انا شايف ان المنتخبات دورها مهم جدا في بناء اللعيب وخد بحيتك ووقته، لان لازم ياخد وقت كويس جدا الناشئ في النادي برضه لازم ياخد وقته وياخد فتره تعده صح جدا، ولازم احتكاك ولازم تنظيم ولازم الدوري ينظم والدوري يتضغط، دوري الصغيرين لازم يتضغط تماما زي ماتشات افريقيا، مش كل اسبوع وكل 10 ايام. واجهتنا صعوبات كتيره جدا لما بنعمل حاجات متشابهه زي التصفيات بنتعب بس محمد، لكن هو ده الصح، الشغل الصح ما يزعلش. وفي نفس الوقت المدربين لازم تتعب مع الاولاد الصغيرين وتعلمهم كل عمر بشغله المهاري ده، بشغله البدني ده، بشغله الخططي، حذايا الشخصيات. من هنا المنتخب تلاقيه خد برضه، اللعيب لما بيروح المنتخب وبيلاقي وقت وبيشتغل مع مدرب وبيشتغل صح برضه ده بيزوده وبيعليه. فاحنا عندنا شغل كتير جدا وعندنا اختبارات وعندنا اكاديميات وعندنا افكار كتيره جدا، مصر مليانه بالمواهب، مصر مليانه باللعيبه الكويسه، بس خطط ونظم واتفق واعمل ترابط بينك وبين المنظومه كلها هتلاقي الامور مع اختيارات المدرب. الاختيارات مهمه، الاختيارات مهمه جدا، ان الولد يلاقي مدرب محترم دارس فاهم ناضج جميل سلوكياته واخلاقياته وتمام التمام، هو ده مع ده يوجد لك اللي انت عاوزه. هرجع اسال سؤال عن الدوريات، دوري الممتاز ومدى الاهتمام او عدم الاهتمام بنفس القدر بالدوريات للمراحل العمريه الاقل منه، ولكن بعد ما نتابع هذا التقرير خلينا نشوف مع حضرتك ومع مشاهدينا يا كابتن ربيع ماذا قالت الجماهير وما الذي يحتاج اليه منتخب مصر للنهوض في الفتره القادمه. احنا محتاجين الفترة الجاية العدل زي ما قلنا، عايزين اتحاد كورة كويس، ده اولا اتحاد كورة يبص لمصلحة المنتخب نفسه او مصلحة كل الالعاب، ما يبقاش فيه نظام سبوبة، ما يبقاش فيه نظام مجاملات واحنا بنختار سواء مدير فني او واحنا بنختار لعيبة، محتاجين ان احنا نسمع للشارع. تخطيط سليم لاتحاد الكورة، تجديد اتحاد الكورة تماما، بلاش انا اسفر في الكلمة دي الفساد، لان الفساد عام في اتحاد الكورة، وبالتالي المدرب بيتفرد عليه لعيبه معينه هو مش عايزها. المنتخب المصري محتاج حاجات كتير جدا، اولا انتظام مسابقه الدوري والكاس بترتيب معين بحيث انك انت تمشي سليم. الحاجه الثانيه ممكن المدرب تشوف مدرب يعني تكون عنده سيره ذاتيه ممتازه. ثانيا التخطيط في الاتحاد الكوره نفسه لازم الاداره الفنيه ناس تتابع المدرب ده بيشتغل ازاي، ماشي، زائد يعملوا له معسكرات محترمه، مباريات مع فرق قويه عشان تقدر تشتغل صح. محتاجين دوري منتظم لان مفيش دوري يبتدي على مدار سنتين شغال واللعيبه مفيش اعداد. اولا في الماتشات الوديه اللي احنا لعبناها مفيش اي ماتش ودي يعتبر احتكاك قوي، تونس لعبت مع كرواتيا قبل كاس الامم مع ان تونس برضه مستواها مش قد كده في البطوله، بس على الاقل مكملين في نفس طويل في احتكاك. مفيش دوري يبتدي امتى وانت مش عارف يخلص امتى. الدوري الانجليزي مش بقارن، بس الدوري الانجليزي الجدول بتاعه بتحط سنتين 20 سنه قدام، انت مش عارف انت اصلا الدوري بتاعك هيخلص امتى، هيكمل ولا مش هيكمل، انت ما تعرفش كان هيكمل ولا مش هيكمل، وحسب الاهواء الشخصيه. يعني عندنا الاهواء الشخصيه بتمشي كل حاجه. اللي محتاجاه مصر كلها من شبابها في جميع المجالات روح الانتماء، عايزه تتجدد عند الشباب. ده لو عندنا روح الانتماء اللي تقوينا على ان احنا نتصدر لاي موقف يقابلنا سواء في الكوره في الانتاج في اي امر هنبقى زي الفل. اول حاجه يبصوا للدوري،
يبقى دوري بمواعيد ثابتة ودوري زي أي دوري في العالم. أنت في الدوري بتاع أسبانيا بتعرف لغاية سنة 2030 ريال مدريد هيلعب الساعة كام وفي ملعب إيه والكلام ده. هنا في اتحاد الكرة ممشيينها لبن سمك تمر هندي. كابتن ربيع ياسين، رأي حضرتك أو تعقيبك على الآراء الحقيقة الجميلة واللي في مكانها حلوة ومهمة جدا اللي سمعناها في التقرير ده. بس محمد يعني كلامهم كله جميل جدا، وزي ما قلت حقيقتك هل ينفع النهاردة لاعب يخلص مثلا دراسة وياخد 90 يوم راحة؟ في 90 يوم راحة في الكورة؟ احنا عندنا ناشئ، أنا زعلان جدا إن أنا عندي منتخب وعندي وفي اللعيبة 90، إحنا خلصنا نص أربعة لحد دلوقتي في فرقة راحة سلبية، مفيش تمرين مفيش أي حاجة، ده يرجع لك في مشكلات وزن وفي مشكلات فتنس وجاهزية إنه يرجع وممكن يحصل كرامبات يعني. بص أنا بس حاجة أو تمزقات أو حاجات حاجة شايل همها أنا، محدش ياخد باله منها، بنعمل جيل لمصر 90 يوم، وأنا قلت أنا أعمل فترة الإعداد، أنا أخدها عشان أوقف الناس، لأن يعني بتختلف من نادي لنادي 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 لنادي. ده بقصد هي دي الاجيال بتيجي من هنا من الشغل الصح. مشكله كبيره بالنسبه لك كمدير فني لما يجي لك لاعب مريح بقاله 90 يوم ما لعبش كوره جدا 90 يوم في الكوره، في حد بياخد 90 يوم في الكوره يا محمد؟ ازاي انا هبتدي من جديد؟ ما انا الوقت عامل الوقت عشان بحافظ، عشان الاستمراريه مهمه جدا. مدرب بتاع الشغل، شغل الملعب حضرتك، كل الناس همها ثلاث نقاط، كل همها الفوز. ما تاخد بعدها اسبوعين على الاقل حتى عشان تدخل اللعيبه في مود الشغل والتدريب. انا قلت كده اللي اقصده يعني المراقبه فعلا والمدرب، وفي نفس الوقت الجانب التنسيقي والجانب الاداري في انك تضع البرنامج بتاعك بقوه، تقول اتفضل ده البرنامج انا اعمل كذا كذا وننفذ ويبقى الناس في دار. هو ده الشغل الصح في الانديه والمنتخب. من هنا تلاقي جيل يا استاذ محمد، من هنا تلاقي ان شاء الله ان شاء الله نتائج، من هنا تلاقي لعيبه. لكن انت ممكن تضيع كل ده يا جماعه، في لعيب ياخد 90 يوم وفي ناس وصلت ل 95 و100 يوم، طب هنبتدي امتى؟ ما ينفعش. فالاصول دي حاجه، الترابط ما بين المنتخبات والانديه مهم جدا، انت بتدور على صناعه نجوم. اصلا كمان متهيألي يا كابتن ربيع عفوا يعني ان كل يوم يزيد في الفتره الكبيره اللي بتقول عليها انها راحه كامله للاعبين او سلبيه، ده يسبب عبء على الجهاز اكتر انه يزود المده اللي محتاجينها عشان ترجعوهم للتوب فور مره ثانيه. دي الحقيقه، لان انا جبت اللعيبه وبتواصل معاهم، نص انا 14/4 خلصت شمال افريقيا والانديه كانت مخلصه الدوري. من اول اوائل 4 شهر 4 ابريل 2019 لحد دلوقتي محدش بدا، انا متواصل بالتليفونات مش نايم، عاوز ما انا برضو عندي مسؤوليه، عندي جيل، عندي امانه، عندي فنيات، عندي بلد، ما مسؤوليه كبيره ان امسك منتخب استاذ محمد، مسؤوليه كبيره على عاتقي، مش انا ما انا راجل مرتبي ماشي كله، بس مش دي القضيه، انا بدور على الترابط ما بين تقدم حاجه، عايز تقدم شيء من خلال وجودك في المكان ده. وبعدين الترابط بقى، انا قصدي الجانب التنسيقي والجانب الاداري في الجانب النظام مهم جدا. لما الانديه يبقى في ترابط، طب انا خلصت، طب انت تبتدي امتى؟ طب شغلك ايه؟ طب وظيفتك ايه؟ طب طريقتك ايه؟ طب ده ناقص حاجه؟ طب ده رجلي الشمال ضعيفه؟ ده بتاع الدماغ؟ هو ده الشغل الصح. لو انت عاوز اجيال، لو انت عاوز نجوم، يبقى في ترابط وفي شغل وفي حب وفي تنسيق ونقعد ونجتمع وده الصح. طب خلينا نقف مع حاجه مهمه قوي اتقالت في التقرير ده، حتى لفتت نظر واحنا بنتابع التقرير، كابتن ربيع قال شوف الراجل بيتكلم كلام مهم جدا. واحد من الجمهور او المشاهدين او الناس اللي اتكلمت في التقرير قال انه محتاجين لما نعين مدير فني يبقى في معايير صحيحه لاختياره وتقييم صحيح فني ومالي، وكمان يبقى في رقابه عليه بيشتغل ولا لا، بيعمل مطلوب منه ولا لا، في حد بيراقب الراجل ده شغال بيعمل حاجه هتضيف لنا ولا لا. والكلام ده لفت نظرك جدا، قلت ده كلام جدا صح جدا وده الصح وده اللي انا بطالب بيه. لازم ربيع ياسين اتجاب لمنتخب مواليد 2011، انا عاوز الناس بيشتغل ازاي، بيفكر ازاي، برامجه ايه، طب الراجل ده بيعد ازاي، بيختار ازاي، طب تعالى نقعد وتعالى. ما هو ده اللي وصلنا في النهايه حضرتك اللجان الفنيه، انا بقول اللجان الفنيه نستفيد منها كويس قوي. اللجان الفنيه دي مهمه جدا على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات، دي كلمه جميله جدا، لان في مدربين في انديه مع احترامي الشديد ما يعرفش يتعامل مع اللاعب، ما يعرفش يتعامل مع اللاعب. لازم مدرب كل وقته يبقى شغل، مش مدرب توجيه وكلام فارغ، فلا سبوره ملعب، ملعب سبوره فيديو، ملعب سبوره فيديو، ملعب سبوره، اشتغل معاه، اشتغل ما اشتغل ما. هو ده اللي اعتقد ان برضه بيمرض الكره الصغيرين على مستوى الناشئين. احنا عندنا ما شاء الله اولاد كويسين جدا، وعندنا ابداع، وعندنا مواهب، وعندنا مهاره، وعندنا جوانب. ايه بقى اللي بيمرض الكره في مراحل الناشئين؟ اختيار المدرب وتعامل المدرب مع اللعيبه. اختيار المدربين صح، وان اراقب هو عامل برنامج عمل سليم ولا براقب مع احترامي الشديد. لازم اراقب، لازم اجيبه اسبوعيا رئيس قطاع
لازم يجتمع اسبوعين المدربين كل واحد يفضل يطلع لي يقول لي انا ايه شغلي وايه برامجي واجب تقرير عشان برضو اصل دي امانه كله امانه زي ما حضرتك قلت الامانه القوه دي مهمه جدا واخد بالك العمل هو ده الشغل الفيصل بين اي حد واي حد العمل اي واحد في عمل وانا مطلوب النهارده تشتغل لي من شهر 8 لشهر 4 يبقى كل وقت شغل شغلك تعالى وريني شغلك طب انا اعرف يا سبحان الله راسم رجليها ازاي ما دي امانه النادي مختار ولازم ريبورت يتقدم بشكل دوري من كل جهاز فني لكل طبعاً. منتخب للاتحاد ويشوفوا اللجنه الفنيه في الاتحاد تشوف ايه اللي اتعمل وايه اللي اتحقق لما كان المتفق عليه وايه لا تقييم مستمر لما كان مدير فني للاتحاد كابتن جوهر الله يرحمه عشان هو مدرب وفاهم وعارف وبيعمل الصح انا كنت حياتك اسافر السفريه مثلا اسافر مثلا سي تركيا واعمل ماتشين اجي بالماتشين اقعد معاه اجتمع معاه اقول له انا عملت ايه في الماتشين على المستوى الاداري والمستوى الفني يعني اختياراتي ازاي استفدت بكام لعيب في الماتش في ال 180 دقيقه عملت ايه خد بالك هو ده مش عيب صح عشان يعرف مين الراجل ده يا جماعه هل يصلح او لا يصلح اولا لو اتسال كابتن ربيع هنا بيعمل ايه هيعرف يرد وفي نفس الوقت يعرف يضيف لك فنيا ويكمل معاك وتنسقوا مع بعض طبعا عشان تعملوا حاجه لصالح المنتخب ده كله للصالح لا اقصد ان الجانب الاداري منظم مهم جدا الجانب التنسيقي ان في لجان موجوده فنيه تشرف هل كان يستحق اجيري انه يكون الاعلى اجرا بالمستوى بالمقارنه بكل ما قدم من اجهزه فنيه في كاس الامم لا 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 على اجرا لا ما ينفعش فيها على اجرا الحقيقه بمسافه عن لا لا كبيره جدا ما حدش كان يتخيل ولا يتوقع ان في ناس اكفأ منه ما شاء الله موجوده وبص باجر قليل جدا قدروا يصنعوا فرق يصنعوا نتائج زي يصنعوا المدربين لفتوا نظر كابتن ربيع ياسين باداء منتخباتهم ومسؤولين عنها في كاس الامم غير المدربين في مدرب طبعا اوغندا لفت الانظار بشكله وبتنظيمه وبشغله وبفكره يعني في بصمه في فرقه بتحاول في كوره في لو معاه قدرات اعلى وافضل واحسن واقوى واسماء كبيره ممكن يعمل حاجه كبيره فادي واحد واشدت بستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب افريقيا حضرتك قلت انك راضي عنه طبعا عمل جيم هايل طبعا الفرقه تبقى بعيده انها تدخل وتكسب مصر على ارضها دي حاجه كبيره جدا جمال بالماضي المدير الفني للجزائر جمال بالماضي واضح انه مدرب قدير يعني قدم لنا كوره قدم لنا فرقه كاملة متكاملة من وجهة نظرنا طبعا التوفيق ده من الله سبحانه وتعالى لكن احنا شايفين فرقة الجزائر فرقة ما بين في ترابط ما بين المدير الفني واللعيبة ترابط غير عادي ما شاء الله في شخصية في شغل فنيات في توظيف في حتى لما ريح الناس كلها عشان يكسب رضا الجميع ويعمل حالة من الحب وحالة من العدل في شخصيته قوية واقف هادي في افعال من اصغر المدربين في البطولة سنا هو اعتقد عمره 43 44 سنة واجره نصف اجر اجيري بياخد 55000 يورو لا عامل فرق كبيرة جدا واعتقد ان فريق الجزائر مرشح بقوة ان يبقى البطولة طيب. هرجع للنقطة اللي حضرتك كنت بتكلم عنها قبل ان اتوقف مع الفاصل ولمشاهدة التقرير هل احنا عندنا اهتمام صراحة من الاتحاد والمسؤولين عنه في الفترة اللي فاتت وقبل القصة الحالية والاستقالات وكل ما يحيط بالاتحاد حاليا بتنظيم الامور ومن لجنة المسابقات بتنظيم امور الدوري وانتظام امور الدوريات الاقل سنا من الدوري الممتاز ولا التركيز بس على الدوري للاعلام متابعه والصحافة متابعه ومهتمه لا هو حضرتك انا كان نفسي يبقى فيه اهتمام بشكل كبير جدا وفيه اهتمام طبعا لكن انا اهتمامي بفكري انا ليا دماغ بشتغل بيها واشتغلت في منتخبين قبل كده منتخب 89 90 ومنتخب 93 94 ودخلت على هذا المنتخب فانا دايما بروح طالع على القطاع عشان اشوف المسابقات ودايما بروح للانديه وبتواصل مع الانديه وانظم الامور وبوضع الفكر ده مهم جدا ولازم الناس تتعاون فيه بشكل كبير جدا يعني في وقت حياتك سبحان بس انا بضغط شهر معين ده فكر عندي انا ممكن يبقى لصالح اللاعب وصالح النادي لان يعني بطوله افريقيا بص كل 3 ايام مباراه فانا يفيدني ان يبقى عندي شهر اللعيبه بتلعب فيها كل 4 ايام مباراه مثلا الفكر ده ممكن ما يتطبقش انا اقوله للصالح لازم يتنفذ لازم الناس تساعدني فيه زائد الاوقات يعني مثلا انا بفكري انا كل 10 كل شهر باخد 10 ايام ما ينفعش اخد 3 ايام هعمل فيها ايه هعلم الولد فيها ايه هصحح له فيها ايه بيدوا لك اللعيبه تجمع لا ده انا بقول مثلا ما ينفعش لا ده انا بقول مثلا على مقارنه ان محتاجين وقت اكبر في كل تجمع انا بتكلم لا هي الناس لا مع احترام مش الناس ساعدتني والناس وقفت والناس عملت لي بس بتكلم عموما المطالب اللي هي ممكن تطور يعني من هنا تيجي انا بتكلم عموما فالوقت مهم جدا وفي نفس الوقت لما يجي لك مدرب عنده فكر وعنده لازم تساعده كويس يعني الكره المصريه تصلح بفضل الله ثم عن طريق الناشئين المنتخب المدرب النادي مدرب المنتخب النواحي الاداريه المساعده الامكانيات الملاعب المعسكرات النوم التغذيه حاجات كتيره جدا هذا التخصص
الراجل برضو التخصص البدني ده مهم جدا للسن يا استاذ محمد، لان مهم جدا الولد يتعامل مع واحد فاهم هو بيعمل له ايه، ومع المدير الفني طبعا اللي بيبتدي بيشتغل ويطور له في جوانبه المهاريه والخططيه كلها، امور فيها تراوط ما بين الاتحاد وبين الانديه، هتلاقي امور احسن، هتلاقي كره جميله، هتلاقي دوري، هتلاقي تنظيم، هتلاقي مساعده. هو ده هو ده الناشئين، ناشئين في مصر والله العظيم موجودين، بس الوقت والنظام والترابط والحب والاحترام والاتفاق والفنيات، حتى سياسه ان حضرتك ممكن مدير فني يقعد مع 18 مدير فني لفريق عشان نقعد نوجه بعض وناخد من بعض، هو ياخد منه ناخد منه ونساعد بعض، وده المدير اللعيب ده كويس خلي بالك منه، بس ناقصه حته معينه، ده ناقصه حته معينه، ده زياده، ده هو ده الصح. طيب لو تغيرت الوجوه الموجوده حاليا في منظومه كل المؤسسات اللي بتدير كره القدم في مصر، واتوا بشخصيات اكثر كفاءه واكثر خبره، ووضع برنامج عمل، يعني تم ضبط الامور كلها اللي الناس بتشكو منها في الفتره اللي فاتت واللي كان نتيجتها هذا الخروج المهم من كاس الامم، حضرتك تتوقع لو اشتغلنا صح على مستوى الفرق الاولى فيرست تيم لاي نادي في الدوري الممتاز ومنتخبنا الوطني الاول والمنتخبات الاصغر سنا وقطاعات الناشئين ومسابقات، ممكن حال الكوره يتغير وشكل منتخبنا يتغير ومؤشر نتائجنا يبدا يعلى خلال قد ايه يا كابتن ربيع؟ احنا لو شغلنا صح لو جبنا طبعا ناس خدنا بالاسباب كلها، عملنا برامج العمل وبقى في لجان فنيه مفعله وفي تنسيق وفي اختيار عادل للكفاءات، اربع سنين نبدا نشوف نقله بقى في نقله كبيره جدا، فكافيين جدا حتى في مستوى منتخباتنا اللي بتدي لعيبه للمنتخب، كافيين جدا اربع سنين كافيين جدا، لان انت تنظم جانب الاداره وتشغل بقى شغل وتجيب مدربين هياخدوا وقت، خلي الوقت ادي الوقت وانت تلاقي صوره مشرفه، بس ادي وقت كويس وخلوها اربع سنين. بس اللي حضرتك بتقوله ده محتاج تغيير، حضرتك بتطالب بتغييرات كبيره، تغييرات في طريقه العمل ومنهجيه العمل بشكل احترافي، تغيير كبير. انت عاوز بقى على مستوى كل يعني ما انت قلت ناشئين وفريق كبير واختيارات ومدرب وناخد، احنا مش عايزين مدرب، عاوزين بطوله، عاوزين شغل صح. شغل صح مش هينفع في يوم وليله. خد بالك انا من وجهه نظري الوقت مهم جدا، تنظيم الوقت. اللاعب المصري لما بيلاقي الوقت وبيتفع عليه كويس قوي ويعرف يعني تركيز والتزام واصرار ورغبه وشغل، الموهبه المصريه عاوزه شغل في الملعب وعاوزه راحه وعاوزه التزام وعاوزه، هتلاقي اربع سنين ممكن يغيروا حاجات كثيره جدا. احنا محتاجين ان احنا نشوف زي بره، انا متعتقد لو جبت لجنه كبيره جدا وجبت ناس فاهمه وناضجه وعارفه وخططت ونظمت اربع سنين هتلاقي الدنيا زي الفل باذن الله تعالى. ايه اللي شخصيا بتتمنى تقدمه للكره المصريه في الفتره الجايه لو انتظمت كل امور كره القدم في مصر وتم ضبط الامور اللي كانت مختله في الفتره اللي فاتت؟ انا كربيع ياسين يعني انا اتمنى من الله ان يوفقني مع هذا المنتخب واقدم جيل جديد لمصر يكون لصالح الكره المصريه، مصر اللي احنا عايشين في خيرها ومصر وطننا الغالي طبعا، فاتمنى من ربنا ان يوفقني واقدم جيل يتواصل مع اللي قبله واللي قبله واللي قبله ومع كل المدربين اللي كانوا قبلي ان شاء الله تعالى، وفي نفس الوقت اتمنى كل الخير لمصر للمنتخبات للانديه، ان نلاقي دوري ممتاز في كل حاجه كويس، في سلوكيات واخلاقيات وترابط مهم جدا، في حب، في وطن، في مصلحه وطن، واتمنى كل الخير كل الخير لوطني الكبير مصر يعني. طيب ولو حضرتك بتوجه رساله لكل اللي هيكونوا مسؤولين عن الامور خلال المرحله اللي جايه اللي قد تكون لسه ملامح اتحاد الكره فيها مش واضحه في الفتره الجايه ومين هيخش الانتخابات وشكل اداره الامور في الفتره الجايه، ايه اللي حضرتك بتطلبه سريعا لمنتخب الشباب اللي بيمثل مستقبل للكره المصريه؟ لا بتطلب ايه للمنتخب؟ عايز ايه المنتخب الشباب اللي حضرتك مسؤول عنه؟ ايه الحاجات اللي مطلوب تتوفر له في الفتره الجايه عشان تنجح؟ ده بقى بامر الله تعالى ان انا بحط برنامج، البرنامج ده ان شاء الله الناس يساعدوني فيه بمشيئه الله تعالى كويس جدا، والحق وقتي بس لان الوقت انا احب الوقت ان ما يسرقنيش، فان يوفقوا لي على ان شاء الرحمن البرنامج اللي انا مقدمه، وفي نفس الوقت على الجدول برضه اللي انا حاطه للانديه بمشيئه الله تعالى وبسرعه لان احنا متاخرين، واتمنى ان ربنا يوفقني ويوفق جهازي ونعمل حاجه لمصر كويسه بمشيئه الله. سؤال اختتم بهذا الحوار، امنياتك لكاس الامم الافريقيه في مصر 2019 حتى رغم خروج منتخبنا لنجاح البطوله على ارضنا وبين جماهيرنا؟ طبعا احنا نجحنا بامتياز في بصراحه، حاجه جميله جدا، ابهرت العالم كله ما شاء الله، افتتاح رائع، حاجه استعداد واستادات ونظافه وبنيه غير عاديه ما شاء الله للمستقبل، لا حاجه ابهار، احنا افتتاح وحاجه جميله جدا والناس كلها متعاونه، بشكر طبعا الجمهور المصري انه راح وانه عمل ان شاء الله يعني قدر الله ما شاء فعل خير ان شاء الله القادم بمشيئه الله تعالى، واتمنى كل التوفيق في نجاح البطوله للنهايه وان الجمهور يروح بمشيئه الله ويستمتع باللي موجود، واتمنى للفرق العربيه كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله اسعدتنا بوجودك معانا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك نجم
النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 الكابتن ربيع ياسين، واحد طبعا من أفضل من أنجبت الملاعب المصرية على الإطلاق، واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية بلا جدال. كابتن ربيع بشكر حضرتك على وجودك معنا وبتمنى لك كل التوفيق في مهمتك مع منتخب الشباب. شكرك وموفق دائما. شكرا. أشكرك كابتن ربيع. شكرا مشاهدينا، شكرا لحضراتكم على المتابعة. نهاية هذه الفقرة وهذا الحوار مع الكابتن ربيع ياسين، بشكر حضراتكم على المتابعة، ولكن ابقوا معنا، فقرتنا مستمرة، وبعد الفاصل حوار آخر وضيف آخر من ضيوفنا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ محمد صادق مع زميلي محمد سعيد.